صباح الخير يا عم حافظ. اهلا، صباح الخير يا سي رمضان. كل شهر وانت طيب يا سيدي. وانت طيب يا حبيبي. يا ابني امضي امضتين. عيني عيني. حاضر يا عم حافظ. جبت حاجه تاخد فيها؟ ايوه، جبت سلطانيه، وامي بتقول لك كتر الدق. يا ده انت فايق ورايق قوي. حد يبقى معاه الهم ده كله ويبقى فايق ورايق يا عم حافظ؟ وكده يا سيدي يبقى معاك 400,000 جنيه، وادي 94 قرش. يا حقان انت يا عم حافظ يا حلو. يلا شايلني يا بشبيش. تعالى هنا، تعالى امضيلي. ما انا مضيت يا ابني. انت كل مره توجعلي قلبي. امضيلي امضايا هنا في الظهر بالاستلام بال 400,000 جنيه. حاضر. يعني طلعت قيمك ب 400,000 جنيه؟ طب انا يا سيدي مستعد امضي 500 ابدا ب 15 جنيه بس يبقوا بتوعي. اتفضل. هات يا سيدي. يلا شايلني يا بشبيش. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا عم حافظ. عليكم السلام ورحمة الله. صباح الخير يا عم حافظ. صباح الخير يا سيدي. امضي امضيتين. شوف لنا تاكسي يا بشبيش. اجيب تاكسي منين بس يا سي رمضان؟ انا عارف لك. مش المفروض كانوا يجيبوا لنا عربية بسواق عشان ناخد فيها الفلوس دي؟ امال ولاد المدير يروح المدرسة ازاي؟ يروحوا مشي. كانت ماشية في ركبك. المجمع يا اسطى. بص جنيهات ليه؟ دول خطوتين. تكمشش في نافوخك انت والترومبيل بتاعك. يلا بينا يا ابني نمشي، مفيش فايده. زمان الموظفين قلقانين. قلقانين ايه؟ الله، نمشي من هنا لغايه المجمع واحنا شايلين الدهيه دي. امال هنفضل واقفين هنا للصبح؟ الله، مش هيقلنا 400,000 جنيه؟ ما يدوناش 2 جنيه عشان نركب بيهم تاكسي؟ يا ابني يا حبيبي ما عندهمش فلوس. امال دي ايه؟ بس تلقيه؟ لا، بلغيت الست. يودينا المجمع ب50 سنه. عينيا ماشي. إله ربنا يسقط اصلك انت والترومبيل بتاعك. يلا. والله العظيم انت ابن حلال. ده الدنيا لسه بخير يا جدعان. بس لو سمحت هنزق زقه صغيره بس. مش قلت لك ابن حلال؟ يخرب بيتك انت والترومبيل بتاعك. الاسانسيرات عطلانه يا فندم، في اسانسيرات تانيه جوه. ودي كلام برضو يا عبد الرحيم، ما احنا هنروح نلاقي الاسانسيرات التانيه عطلانه. خلاص عندك سن. اطلع السلم 11 دور ومعايا البلوه دي. مش كفايه جايين ماشي؟ خلاص ارميها هنا وامشي. ارميه ايه؟ ان شاء الله تترمي في نار جهنم. قد مصعب لما يحش وسطك. يلا يا فندم يلا، بلاش العطله دي، بلاش الوقفه دي، خلونا نشوف مصلحتنا. عبد الرحيم نعم. ما تشيل اللوز اللي مبوظه صوتك. يلا حضور انت وهو. انا ساعدتني فضيان. يلا بسرعه، يلا خش يا بيه. احنا فين؟ في شبرا مظلات.
انت بتسلي علي ايه؟ هتسلي عليك ليه بس يا استاذ رمضان؟ ما احنا في الهوا سوا. عامل لك ايه؟ هتكون فين يعني؟ في السادس في السابع؟ لسه في السادس. يلا يا اخويا اطلع اطلع. ايه الحمورية دي؟ انتوا تربيتوا فين؟ ده أبوات ده يا مهندس. ده ايه؟ انتوا تربيتوا فين؟ كان فك ركبك انت وانت كنت عنده. شيل شيل يا بشبيش. يا أبوات دولة يا بشبيش. خش يا بشبيش. خش يا بشبيش. استنى عليها يا بشبيش. ايوه استنى عليها يا بشبيش. انا معاك بيه. تعالى يا بشبيش. حاضر بيه. تعالى يا بشبيش. حاضر بيه. استنى يا بشبيش. بسم الله الرحمن الرحيم. بشبيش. بسم الله الرحمن الرحيم. بشبيش. يلا في رمضان تخلصنا ولا هتعمل لنا فيها حكايه؟ حكايه ايه يا استاذ؟ انا عملت لك حاجه؟ مش لما اخد نفسي؟ ما تاخد نفسك بعدين يا سي رمضان. اخد نفسي بعدين؟ بعدين امتى يا سعد عزيز؟ لما اموت؟ الله انت حطيت حلو محضر ولا ايه؟ ما تبطلوا الكلام ده يا فندم، خلونا نقبض. طب اقف في الصف يا اخويا، صف يا فندم حتى ابوكم. ليه؟ وهتقفونا في الجمعيه ولا ايه؟ الا وانتوا تقفوا صف في الجمعيه وهنا لا ليه؟ الله يا عقد بقى ولا ايه؟ اوعى عقد، وكل واحد حر في عقده، وصلى على النبي بقى لحلف ما انا مقبض حد. ما تقف صف يا سيدي، خلينا نخلص، عايزين نخلص النهارده. وقف انت في اخر الصف يا اخويا فرحوس انت. الله، انت هتذل لنا ولا ايه؟ انا لا هذل لكم ولا حاجه، مفيش ارض يا فندي، انا لسه عبرد الخزن. يعني ايه يا ولاد؟ عشان كده خلاص يا استاذ رمضان، معلش. ما هو دي مش اسمه كلام يا استاذ محمود، انا لحم ودم برضه. حقك عليا يا استاذ رمضان. اصلها كلمه كبيره قوي يا استاذ خليل، هتذلنا دي؟ ما تذل الرقاب غير الخالق يا سيدي. ما يقصدش يا استاذ رمضان. ايوه بس كل واحد لازم يختار كلمته برضه. خلصنا من الخناق ودخلنا في العتاب، ما تقبضني يا اخويا بقى، انا مستعجله وعايز اروح. ومستعجله قوي على المروح ليه؟ انت مش حبيبتي وخلاص ولا هو فرغت عيني يعني؟ يا عم خلصنا بقى وبعدين معاك. انا مش فاهم ليه تبقوا قدام الناس التانيه زي الجزم وتبقوا معايا انا وتتحكموا. يا عم ما بتتحكمش ولا حاجه، ورانا التزامات يا سي رمضان. عينيا ليك يا سي محمود، انت تقوم روح ابني بقى، وقف في اخر الصف هناك، اجري لابرد الخزن، مفيش ارض النهارده، اجري اخر واحد في الصف انت يا سي محمود. تعالى يا اختي يا مستعجله، تعالى. زينب عبد اللطيف مش كده؟ ايوه. امضي يا اختي. خدي. الله فهمتك على الله، انا مش على طول. اتفضل يا ست زينب. شكرا. استنى مرحوق على المروح ليه؟ لسه ليكي 6 ساعات. خليهم يمكن ما معكش فكه، خدهم مره تانية. لا يا اختي مفيش خزنه ما فيهاش فكه. احنا ما بنقبلش الفلوس الحرام، اذا كان الفلوس الحلال مقلول قيمتها هنقبل الحرام؟ خد يا اختي. سيدي شكرا. مع الف سلامه. اهلا وسهلا. اتفضل يا استاذ عبد العزيز، عشان انت باين عليك انت كمان مستعجل على المروح. برضه عبد العزيز؟ روح انت اقف في اخر الصف هناك،
ايه هو في اخر الصف؟ انت حطيته في اخر الشهر. 75 قرش حساب البوفيه مدام زينب. من عناية. اتفضل. وخلي الباقي علشان. ربع جنيه بنشحت. اشرب ايه ربع جنيه ده؟ خليه المحروس اللي ببطنك. طب ما تزعلش، خد. توأم ان شاء الله. ماشي معاك قوي يا بشبيشي. تاخد لك 2 جنيه يا سي رمضان. لا يا اخوي انا ماليش دعوه بالحاجات دي. الله، على الاقل تسدد العجز اللي عندك. الله، انت مش بتقول عندك عجز ب 160 قرش؟ دفعتهم من جيبي. اول مره اشوف صراف خزنته تعجز معاه. احنا كان عندنا قبل منك صراف كان بيسلف المصلحه كلها بالفايز. اعوذ بالله، حتى الله ما بينه وبين الحاجات دي. سلام عليكم. سعيد مبارك. نعم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل شهر وانت طيب يا سي رمضان. تطلع مش مضمونة ابدا. احنا بنلعب يا بشميشي، ده احنا عيال مخنا نضيف. 400 الف جنيه على 3
يعني كل واحد مننا ينوبه 135,000 جنيه وحته. وسلمتين له محسن. لا وانت الصادق سلمتين له رمضان. يا عم هلال يا عمو عمو. اهلا اهلا رمضان. اهلا. ازيك يا عم هلال؟ تعال تعال اشرب معايا الشاي. شاي ايه؟ مش لما ناكل لقمه الاول؟ اما انا جايب لك شويه طعميه سخنين انما يستاهلوا بقك، وشويه بصل انما ايه؟ شوف الطعميه وحلاوتها. بص سخنه ولع نار. مد ايدك مد ايدك كل. ولا انت اتعشيت؟ انت اتعشيت بلاش بقى. انت فين؟ بقالك كام يوم ما انتش باين. والله مشغول يا عم هلال وطالع عيني. طالع عينك ليه؟ ده انت موظف ميري قد الدنيا. موظف ميري؟ موظف ميري ده كان زمان يا عم هلال، ايام ما كانت ال 400 فرخه بنكله. دلوقتي الموظف بياخد على قفاه. اي والله اي والله العظيم بياخد على قفاه. بالك انا لولا الملامه لا كنت اشتغل معاك عربيه على العربيه الكارو بتاعتك دي، على الاقل كنت اسلم على النسوان اللي انت بتوصلها. عدم المؤاخذه ما تيجي تشتغل، هو حد حايشك؟ اخاف طول ما انا ماشي اي حد يقول لي علي عوض علي عوض، وانا ازعل اول ما حد يقول لي علي عوض. انا عايز اسالك سؤال، انا ليه العربجيه بيزعلوا لما حد يقول لهم علي عوض دي؟ ايه الحكايه دي؟ الله يجازيك يا رمضان يا ابني. بقى علي عوض ده كان شيخ العربجيه زمان في سوق التلات، واي صبي جديد كان يجي يشتغل عندنا في مهنتنا ديت لازم يعدي عليه الاول، يدينه العلقه الجامده التمام اللي هي علشان يذله ويخاف منه ويمشيه على الصراط المستقيم العمر كله. ده عقده تاريخيه بقى، حتى العربجيه عندهم عقد تاريخيه. انت بتبصيلي كده ليه يا رمضان؟ انا دلوقتي فهمت. فهمت؟ فهمت ايه؟ فهمت انت ليه ماشي على الصراط المستقيم. الله يجازيك يا رمضان، عسل والله. انت اللي سكر. بلك انا ما بستريحش في القعده مع حد في الحاره دي غيرك والله يا عم هلال. الله يكرمك. خلي اقول لي يا عم هلال. نعم. انت مش اسمك هلال؟ اه. وانا اسمي رمضان. اه. وهلال قبل رمضان. اه. يعني هلال رمضان. اه. يبقى انا ابوه. ما تيجي اتبناك يا جدي. مفيش مانع يا ابني. قال يعني انا ناقص. بقول لك ايه؟ نعم. طب ما تتبناني انا والحمار وتبقى ابو الحمارين. لا انا اتبناك انت والحمار وحماتي عشان ابقى ابو البهايم. طب يلا بقى اتعشى علشان تشرب الشاي. اشرب كفايه اللي انا اشربه من كعاني يا عم هلال. يا جدع قول يا رب بكره تفرج. يا حلاوتك انت يا سكر، بقالك 800 سنه بتقول بكره تفرج وما زهقتش انت يا فراوله. والله انت فراوله يا شيخ. ما تاكل طعميه ولا انت اتعشيت؟ يا ماما يا ماما. ايوه يا احمد. مفيش ميه اعمل ايه؟ هي الميه اللي في الكوز عندك في خلصت؟ مفيش. بقولك يا خلاص الصابونه يا ماما. يا بنت وانت قبل ما تخشي تغسلي وشك مش تشوف الميه هتكفيك ولا لا؟ يا ده الغلب اللي انا فيه. والحمار ده لسه نايم ولا ايه؟ حمار؟ حمار مين؟ الحمار اللي فوق اللي اسمه رمضان. هيسيبنا من غير ميه لحد دلوقتي؟ يا ماما حرام عليك، قطعتي قلبه من الميه اللي بيجيبها لي كل يوم. امال نعمل ايه يا حمك؟ بقى من غير ميه قلبك عليه قوي يبقى لا فلوس ولا يخدمنا كمان. خطيب قال يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان. الله يخرب بيتك، بقى انا لسه سابق في كابوس اصعد على صوتك في الحقيقه. يا رمضان يا رمضان. يلا خليك انت عوف الاصيل يا رمضان، اشوف فيك يوم. ايوه يا خالد ابو علي. خلف عينك انت لسه نايم؟ نوم الحوافز ولا عليك؟ تعالى وابعد الميه. عيني عيني. حاضر حاضر يا خالة مقويه. جاتك الهم؟ يا
صابون في وشهم. عينيا حاضر. امال فين عليك؟ انزل الاوام. حاضر. انا اهو. صباح الخير يا رمضان. صباح الفل يا ست الكل. انا هروح اجيب ميه بموارد عشان صباحك النادي. تسلم لي. حلوه تسلم لي دي يا ملفوفه القواه. اي والله ملفوفه. يا اخويا على عيل جنب مامنا صفحت الميه. الله جرايه يا ست، انت ايه اللي جابك هنا؟ ما انت ما عندكش دم، انت مش شايفنا حريم؟ حريم وده شكل حريم برضو؟ امال الرجال يبقى شكلهم ايه؟ كينج كونج؟ اقرا. طيب. كل واحد في دوره. سمي يا اختي قبل ما اشيل الميه. اسمي مين؟ طب شايلين انت؟ العيل ده بتاع مين يا نسوان؟ باين عليك سرقه. ايه؟ باين عليك سرقه. وانا هسرق عيل اعمل بيه ايه؟ سرقه مش عرفني. هسرقه منين يا وليه؟ مش عرفني. اهي خدي خدي يا وليه. لا سرقه. سرقه؟ ايوه. سرقه يا وليه مش انت اللي مديهولي بايدك؟ انا ما عطيتكش حاجه. ما تدينيش حاجه، انت هتديني يا وليه مش انت اللي مديهالي العيل قلت لي سرقه. حرام يا ولاد حرام. متشكرين قوي يا رمضان. العيش العيش اهو.
عايزين حاجه تانية؟ لا اطلع انت بقى، غير هدومك، انا معمل لك ساندوتش تاخده معاك الشغل. اطلع فيه؟ لسه هطلع السلالم دي كلتها. اه امال هتروح الشغل بهدومك دي؟ على رايك. حاضر ماشي. اللهم ادينا الصحه يا رب، ربنا ياخدك يا اللي ببالي. صباح الخير يا رمضان. صباح النجف يا عم هلال. الشعبك ماشي على مهلك، حماتك تحبك، غير ريقك. اغير ريقي ايه؟ حفتر برسيم يا راجل، الطعميه السخنه ايه؟ كل، حماتك تحبك. ماشي، ببلاش حماتك تحبك دي. هاي بلاش، حقك عليا. اخد عجاز باريزة. باريزة باريزة يعني هي جت عليك انت؟ يلا اركبوا يا نسوان. يلا 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 ياخد يلا ياخد اطلاعي 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 يا حاسم. انا باخد لحاسم. رايحين عاديين لمؤاخذة، تعملوا ايه؟ قضية منيلة بستين نيلة يا اخويا، بعد عنك. هو زلقوا فلوسه ناقصة في الشغل. اه على بلاطة كده يعني هبوهم. ودايخين وراه في المحاكم بقالنا يجي 7 أشهر. وكل دول بقى يبقوا قرايبه؟ لا يا اخويا، احنا جرينا بجابنا في كل حاجة. لجنة خبراء أجانب يعني. يا اخويا اوعى كده. لا ابعدي. 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 هو انا معصاب؟ لما تعوى بقى. ايه يا ولد انتوا ايه؟ ده انا خاف لا تطلعوا لي في المنام مع اللي ما تتسم. اوعى حد ياخد حق. اوعى. يا نهار اسود. اوه. يا لهوي. يا راجل انت. اوعى حد ياخد حق. والله العظيم بتكسم يا ولد. يا سعدية يا اختي، جوزك ده راجل خايب قوي. انا على رأي المثل، ان سرقت اسرق جمل. هو اختلس كام؟ 300 جنيه يا اخويا عمر. 300 جنيه؟ عدم المؤاخذة، ده راجل أهبل. حد يودي نفسه في داهية عشان 300 جنيه؟ يوم هو في يا اخويا حد بيسرق وعارف نفسه انه هيتقفش؟ والنسوان دي بقى لها 7 أشهر رايحين جايين عشان 300 جنيه. الله، مش نيابة ومحاكم وبوليس؟ أبو الجبلة يا اخويا عاملينها فاتحة. جوزي بيقول على الأقل على الأقل فيها 10 سنين. يفضل الله ولا تلك نبوية. بتفولي على جوزي ليه يا اختي؟ ايوه بتفولي على جوزها ليه نبوية؟ يا سعدية يا اختي، دي تسعيرة والعملية دي فيها 10 سنين. هتسألي الأفندي اللي جنبك ده يا اختي. أنا ماليش دعوة، أنا ما بفهمش في الحاجات دي. بقول لك ايه يا راجل انت، ما تحطهاش حلوانه في سلوانه وتلزق كده، ارجع لورا شويه. انا اللي وضع جسمي كده. شوف لك عربيه على وضع جسمك. الله، انا اشوف لك عربيه على وضع جسمي ازاي بقى؟ يا الاسانسير عطلان يا سي رمضان، يعني انا بضحك عليك؟ لا يا سيدي،
ما تضحكش عليا ولا حاجة، أمرنا لله نطلع على السلم، ربنا ياخد اللي في بالي. نعم أخويا. مش قصدي عليك، أنا مش قصدي عليك، أنت ابن حلال، ربنا يفرمك تحت الترمال. ولا حاجة يا بشميش، ولا حاجة. أصل لسه ماشي 90 كيلو. 90 كيلو؟ أصل الدكاترة بيقولوا إن اللي بيطلع 5 أدوار أكنه مشي 3 كيلو. أنا حسبت السلالم اللي طلعتها النهاردة لقيت نفسي ماشي 90 كيلو بالظبط. هما مش 90 كيلو بالظبط، 92 كيلو وشوية كيلومتر. علي النعمة أنت مسكين. أي والله. الرد واستنى وصل الجمعية يا فندم. انت وقف انت عالة، انت مالك بالرز والسمنة؟ انت لا عندك عيال ولا متجوز. الله، وبدم يعني مش عندي عيال ولا متجوز؟ ما اكلش رز ولا سمنة اموت من الجوع؟ سمنا عندي حماد يا سيد، حماد المستقبل. ياك يا رب ربنا يبقى ياخدها، اشوفها بتشنشل في الشوارع وماشيه عريانه مط والناس بتقول عليها المجنونه ايه؟ وانت بتجيب لها ليه؟ بتحلط لها يا سيدي كل شهر قرشين وبحوش الباقي، وانا اللي باكل الفتات في الاخر. النبي سيبني يا بشميش في حالي، سيبني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مش عايز أي حاجة بقى من هذا العيب؟ لا، اتكل أنت على الله. أي خدمة يا أخوي. اتكل على الله يا راجل. السلام عليكم. مع السلامة. مالك في إيه؟ أنت واقف هنا بتعمل إيه؟ مالك في إيه؟ زبون عايز يشتري لحمه بريال، قال يبقى فيه؟ نعم. اللحمه بريال قال. اقل حاجه عندنا نص كيلو ب 3 جنيه ونص. نص كيلو مين يا ابا؟ احنا بنشتري اللحمه بتاعتنا بالجمعه، بنشتري بال 10 كيلو بال 14 كيلو بلد، وفي العيد بنتبع جنيه. اي والله بنتبع جنيه. البريال لحمه ده بريال دلوقتي بياخدوا المنادي بتاع العربيات. بقول لك ايه؟ خلصني. عايز ايه؟ عايز بريال عرض. عط للكلب. كلب؟ انت بتبص لي ليه؟ للكلب بتاعي اللي في البيت. مش باين عليك عندك كلب ابدا. وهو الناس بيبان ان عندهم كلاب ازاي؟ بيهوهوهم؟ بقول لك ايه؟ خلصنا، انا ما عنديش وقت. عايز بريال عط للكلب. ما تبص ليش؟ قلنا للكلب. ايه ده؟ دي لحم. 2 كيلو لحمة هتغدى بيهم. تتغدى باتنين كيلو لحمة؟ ايوه، بطني وانا حر فيه؟ قال على رأي المثل، اقرع ونزهي. اقرع ونزهي؟ يا ست اقرع اقرع بس عيش. اقرع على نفسك، لكن جوازك من بنتي لا. ليه يا ست ام علي؟ هو انا مش محوش معاك ال ينيلك، هما 605 برطوش، هتتجوز بيهم؟ لا، 605 جنيه. 605 جنيه. تتجوز بيهم؟ يا ست ام علي العروسة موجودة. واني موجود والفلوس ما بتسعدش حد. البوتاجاز بكام؟ ب 5 جنيه. والتلاجه بكام؟ وما يخمر في 5 جنيه. واوضه النوم بكام؟ وما يخمر يا ست، النام على ارخص حاجه. ايوه، عايز تتجوز بنتي وتنيمها فوق السطوح. امال اعمل ايه هاني طيب؟ شوف يا رمضان. نعم. ما تزعلش مني، انت لا تصلح للجواز. متلكن. متلكن؟ متلكن ليه بقى؟ ناقص ايد ولا ناقص رجل ولا ناقص منخار؟ لا، ناقص فلوس. ما كل الناس ما معهاش فلوس، عشان كده ما بيتجوزوش. يا ست ام ما تكلمي علي. وهتتكلم تقول ايه عليا؟ يا ماما بالتفاهم مش كده. واحد بقاله 3 سنين بيحوش لي 605 برطول. ب 605 جنيه؟ يا ماما، يا ماما اعذريه، هيعمل ايه بس؟ وانا كمان يا بنتي هعمل ايه؟ ما هو كمان لازم يعذرني. ارميكي يعني؟ افرض ان دي اختك، ترضى تبهدلها مع واحد زيك؟ واحد زيي؟ ماله اللي زيي يعني؟ يا ست انا لا هبهدلها ولا حاجه، انا هحطها في نن عيني من جوه. من جوه؟ ايوه من جوه. ما نسي قوي يا ابني، احنا مش عايزين عينيك، عايزين جيبك. الوقت اللي احنا فيه ده وقت فلوس. معاك فلوس؟ لا، معايا برطيش. خلاص، تبقى برطوشة ما تسواش. ما تزعلش مني. الله،
هو انت ترزعيني الكلمه وتقولي لي ما تزعلش مني؟ اعمل لك بنتك ايه؟ جبلتي يا ست ما تعمليش حاجه، حقك عليا. رمضان استنى بس يا رمضان. يا اختي اقعدي لا حوارا بتعملي ايه؟ يا ماما حرام عليكي كده. حرام عليا حتى نافوخه. ما تجيش شر عليك. يا بنتي انت مش هينفعك، ده هيفضل عايش كده على الحميد المجيد. إله ربنا يخرب بيتك يا ام علي، لا طمر فيها الرز ولا طمرت فيها السمنه ولا طمر فيها الميه اللي هدت حيل. يا ابني اهدى، بكره كل شيء يتصلح. ولا بتصلح ولا بتتنيل، دي وليها طماع. اي والله طماع، بس شويه شوربه وعظمتين للكلب، انما ايه جاكي كلب لما يبقى ينهش مصارين اللي جابوك يا ام علي. إله يا رب تدفع الرز، إله يا رب السمنه تبقى تنزل تشعوط مصراك الغليظ، انت والجزار اللي عايز ناكل الكلب برياء. امال الموظف اللي زي حالاتي ياكل بكام؟ ما هو يا ابني انت لو كنت كملت الحقوق مش كان بقى وضعك احسن؟ هم يعني السباكين ولا الميكانيكيه ولا الرقاصين معاهم حقوق؟ طب ما انت ما انت عربجه اهو، وشوف انت بتاكل ايه وانا باكل ايه. الله 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 الله، احنا حنوق مرضيه، تعالى كل معايا وانت اللي مرضيتش. ثم حقوق ايه اللي كنت هكملها؟ ده انا قعدت من سنه اولى لسنه تانيه في 6 سنين، كنت هلاقيها منين ولا منين؟ هلاقيها من الخزنه ولا من قانون العقوبات ولا من الجنايات ولا من طوابير الجمعيه ولا من مجاب الميه ولا من مجاب العيش ولا من قله ادب المدير العام؟ طيب دلوقتي ناوي تعمل ايه مع حماتك؟ ضروري هنلاقي حل، ضروري. ما تيجي نبادل، انت تاخد العظم وناخد الفراخ، ما انت كنت فراخ كتير، انت مستني ايه؟ ما تيجي نبادل يا جدع، بلاش كام فارق. دو انت بس، دو انت العظم دي هتلاقيه هايل. اي أيوة والله. طب انت مستني حاجه من الدنيا؟ يا راجل اتكل على الله. السلام عليكم يا ولا مغاوري. سلام رمضان. ازيك يا ولا؟ الحمد لله على السلامه يا استاذ رمضان. ازيك؟ الحمد لله على السلامه يا استاذ رمضان. مالك يا ولد بيسال بغل كده؟ ايه اللي بيحصل دي؟ في ايه؟ انتوا قلبتوا تضلوا قلبه للجواميس؟ ايوه. اصل ابويا العمدي مخلي كل حته في الدار دلوقتي تجيب فلوس. هو ما فيش سنه غير سنه الفلوس، نهايته خلي العمده فين؟ موجود جوه. اتفضل يا سلام الله. يلا اتفضل. قلتوا ايه؟ قول لا اله الا الله. سلام عليكم. عمرك سلام. اهلا 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 وسهلا. مساء الخير. اهلا وسهلا. اهلا 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 بيكم. ازيك يا خالي؟ رمضان اهلا وسهلا. مال وشك اصفر كده يا عكر؟ ها؟ ازيك يا خالي؟ اهلا. ازيك يا هنداوي؟ بارك الله فيك يا رب. ازيك يا خالي؟ اهلا 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 يا خالي. اهلا بك انت. يا الدنيا حر ولا حاجه؟ يا بس عشان انت جاي من صفا، ازاي مصر واللي فيه؟ مصر كويس واللي فيها كويسين قوي. ازيك انت يا خالي؟ هي الدنيا ساعة باينة يا ابني، ما ترسلك على بار ساعة ولا سخن؟ أي حاجة يا خال، حاجة ساعة حاجة سخنة، أي حاجة تشرب وخلاص. طب ما تقول كده من الأول. أديني أقول شاي اللي جوه. علي النعم ما في شاي ولا نيلة جاي. ها؟ زكي خال أهلا وسهلا. أهلا بيك. نستأذن إحنا بقى يا حضرة العمدة، وسيبك مع الأستاذ رمضان. طب اديله يا جدع الفلوس قبل ما تجوه. أهم 8000 جنيه جبناهم من التاجر اللي قلت عليه يا عمده، عددهم بايدي، تحب اعدهم لك تاني؟ 8 اساتك، كل استك في 1000 جنيه. ده رايي يا هنداوي، انت ما بتفهمش يا ولد. الله، خلي العمده عمال بيغمز لك عشان ما تجيبش ست الفلوس قدام، انت حمار. سلام عليكم. مع السلامة. سلامات يا رمضان. اهلا يا خالي. عارف يا خال، الدنيا مرة تبقى ساعة ومرة تبقى سخنة ومرة تبقى هفتانه. تجعان وافرض يعني، ما انت هتقول غدا اللي جوه. غدا اللي جوه. يبقى بني خير يا رمضان. خير ان شاء الله يا خال، خير. انا كنت جاي لك في مشوار سريع كده، كنت قصدك في قرشين، كنت عايز رزمة يعني. منين يا ابني؟ من هنا. ثم انا شايف وسامع دلوقتي ان ربنا فتحها عليه، ايش بقر وايش معيز وايش خرفان وايش جواميس، وما تنساش كمان ان ارض امي كانت جواميس عليه، عملت لك خير قد كده. كلام ايه اللي بتقوله ده؟ بلاش الغادي عليه جوه. يعني كان هيجي. انا ما احبش الكلام العيوب. ارض امك انت كلت بقى من زمان. كلت بقى ايه؟ حادق وبتاو؟ هتحاسبني على الحادق والبتاو اللي كلته؟ بلاش يا سيدي حكايه الارض، خليه علشان خاطر رابطه الارحام اللي بيني. وانت صغير عشان تشحن شحط طويل عريض مستوظف في الحكومة وجاي تشحت،
ثم هجيب لك من ايه؟ انا ما حلتيش حاجه. ما هم لسه مدي لك تمن رزم على قلبك قد كده هم. دي فلوس ناس. قوم يا رمضان، قوم يا اخويا الحق عربيه مصر قبل ما تفوتك. بالسلامه يا اخويا، وسلم لي على الناس اللي في مصر. الهي ربنا يجيب لك شطه في الجواميس بتاعتك. الهي يا رب اللي ياكل لحمه من بتاعتك يجي له ده الصعار ويمشي اهو في السك وانت اوله. عمال بيغمز لك عشان ما اعرفش حكايه الفلوس. خفت انت؟ خفت لضربه؟ ايه؟ سلام عليكم. اهلا يا بشبيش، اتفضل. برافو عليك يا بشبيش، كويس انك جبت الشنطه. بس انا عايز افهم هتعمل بيها ايه؟ وانت منك دلوقتي تعرف كل حاجه. شحتوت. ايوه يا معلم. عارف هتعمل ايه؟ عارف يا معلم. امسك شنطه زيها بالظبط، ما يفرقوش عن بعض ملي. ايه الوساخ اللي فيها، الخياطه اللي فيها، صوره منها طبق الاصل. ماشي يا معلم. اضرب يا بشبيش. اضرب يا بشبيش اضرب. بكره نضرب ضربتنا الكبيره قوي. السد في وشك يا عيشة أم علي، تبقي تمشي لشحاتي في الشوارع. إيه يالك؟ سرحان لي يا أستاذ رمضان، بتفكر في إيه؟ أنا جهزت يا أخي. أهو كل واحد بيفكر في خيبته. يبقى بتفكر في الفلوس. فلوس إيه؟ اجري اجري كانت خيبة، أنت فاهم حاجة دي؟ يبقى أنا ما قلتش غلط بقى. ما هو ما دام النهاردة 27 منه يبقى كله بيفكر في الفلوس. بلاش كده يا أستاذ رمضان. هقول لك حاجه بقى يا هاني. طب انا اعرف موظفين بيعدوا اخر الشهر بالساعه مش باليوم، عشان كده مش فاضيين يشتغلوا. وهم هيقطعوا نفسهم هيعدوا ولا يشتغلوا؟ يسلم بقك. حلوه. ايه دي اللي حلو؟ النكته. نكته؟ النبي انت فايق ولا يا بشبيش؟ اهو شويه كده وشويه كده يا سي رمضان. الله، ايه الكتاب ده؟ قانون العقوبات؟ انت هترجع الحقوق تاني؟ رمضان. علي ازاي؟ ده انا كنت دلوقتي وحشني قوي يا رمضان. والله وانت واقفه عندك بتعملي ايه؟ تعالي هنا. روحي اله ربنا سد ابواب الجنه في وشك والنار كمان، عشان تحتسي في الاخره ما تقيش حته التويك. مالهم 605 برطوش؟ ايه رجعت الشنطه مكانها؟ كله تمام. وفاهم هتعمل ايه؟ فاهم كل حاجه. بقول لك ايه، المهم بقى انك انت ما تركبش معاه، تعمل المستحيل عشان تزوغ منه. ازوغ منه ليه؟ لا ما فيهاش ليه، هو لازم كده. وقوم انت بقى على المصلحه وتشوف شغلك عادي لحد ما نتقابل. عشان يلبسها قول لي. ها؟ قول لي. ما تقول لي انت يا جدع، قول لي يعني لوحده. الله، والفلوس هتودوها فين؟ احنا هننام عليها لحد الموضوع ما يهدى خالص. وانا مش طمن اللي انتوا مش هتضحكوا عليا. يا جدع عيب، ربنا يدين معروف، احنا ما خونش بعض. ثم احنا هنروح منك فين؟ وبعدين ما انت ممكن تبلغ عننا وتكشفنا ونروح كلنا في حديد. عليك نور. ربنا ما يجيب حديد يا اخي. جهزت التاكسي اشحته؟ كله تمام. خلاص، وما نتقابل بكره الصبح انا وانت قدام البنك. ماشي يا عمنا. فلوسك تمام يا سي رمضان؟ تمام يا عم حافظ، كل شهر وانت طيب. وانت طيب يا حبيبي. شايلنا يا بشبيش. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. استاذ رمضان، عايز تقول ايه يا بشبيش؟ انا كنت عايز اقول لك حاجه. طب ما انا كمان كنت عايز اقول لك حاجه. ما تقول.
لا قول انت الاول. انا بقول يعني اسيبك وانت تروح المجمع لوحدك. ليه؟ اصل عايز اشتري الشاي والبن تموين كل شهر يعني. تعرف انك انت ابن حلال؟ ليه؟ لانني كمان كنت عايز اقول لك اسبقني، علشان التاكسيات ما بتقفش الا للزبون المفرط، فانت لما هتمشي هلاقي بدل التاكسي اتنين. ايوه بس انا خايف يعني تستتقل الشنطه. شنطه ايه اللي هستتقل؟ ما انا متعود عليه كده. طب استأجز انا بقى. يلا خد بالك دي عهده. يلا بالسلامه. عهده يلا. ربنا يوفقك يا بشبيش. يلا يا اخوي مع السلامه. سلامه يا بشبيش. السلامه يا اخوي. السلامه يا بشبيشي. لا مؤاخذة جت سليمة. جت سليمة يعني ايه؟ ده انت كنت هتموت. والله ماشي بكلم نفسي، مراتي بتولد. وانا مال؟ مراتك بتقول انت كنت هبلت الهبلة دي. معلش حاج عليا حاج عليا. يا بروح تاكسي. فاضي؟ على فين؟ هديك اللي انت عايزه. على فين يعني؟ البغالة باب الشعرية. اخد 5 جنيه. انا موافق. شوفهم انا مفيش. اني بح. نعم اني بح بح. بصراحه يا اخواني عشان ما شحتفكوش معايا انا اختلست الفلوس. هزار ايه؟ بقول لكم بالفم المليان انا اختلست الفلوس. طمعت فيه؟ غريبه دي يا رمضان افندي. بطل هزار وقبطنا، احنا ورانا التزامات الله يخليك يا ابني. ما الخدمه فاضيه قدامكم اهي اهي فاضيه.
في 35 قرش تاخدوهم دلوقتي تفكوا نفسكم بيهم؟ طب وليه انك ما جبتش الفلوس من البنك؟ دي مسألة كسل بقى. احفظ لسانك يا اخي، انا بقالي 15 سنة بشتغل، لعمري كسلت ولا عمري خدت تعريفة من حد بدون وجه حق. امال فين فلوسنا؟ الله ما تقولها يا اخي، اختلستيه والله العظيم، ثلاثة بالله العظيم اختلستيه عشان تبقى ملحوقة على المروح قوي يا اختي. لا ده انت مؤكد حصل لمخك حاجة. عيب يا اخيني، انا اعقل منكم كلكم. وفي واحد عاقل في الدنيا يقول الكلام ده؟ والله ده اللي حصل بقى. لا مش هينفع الكلام ده. اوعى تتهور، اوعى تتهور يا معارضك يا اخيني، اوعى تتهور اللي يحبسوك، ده اعتداء على موظف عام. خد انت ال 35 قرش دول ليه كلهم؟ اعمل بيهم ايه؟ خدهم يا جدع. 35 قرش ايه؟ يا اخوانا احنا لازم نروح للمدير العام ونشتكيه عشان يشوف صرفه في الجامع ده. يلا بينا. يلا بينا. يلا بينا. يلا بينا. ايه اللي حصل ده يا سيدي رمضان؟ هي صوري؟ انا عايز اقول كل شويه، قلت لك يا اخي انت سام ابني اعمل لي شهاد. حاضر. الله، ايه الحكايه؟ الله، هو سرق فعلا؟ امال اللي احنا خدناها دي ايه؟ صابونه ولا يكونش اتجنن عشان اكتشف السرقه؟ والله ما انا عارف الكلام اللي هتجنن، انا مش عارف ايه الحكايه بالظبط. السلام عليكم. خير خير يا فندم؟ ايه التهريج اللي بيحصل ده؟ التهريج ايه لا سمح الله؟ ازاي ما حفظتش الموظفين دي لغايه دلوقتي؟ ثم ايه كلام الفارغ اللي انت بتقوله ده؟ انا قلت لهم على الحقيقه، بلغت البوليس. بوليس؟ بوليس ايه يا فندم؟ قال هم مش قالوا لك اللي انا اختلست؟ يعني الكلام ده مظبوط؟ ايوه مظبوط. انت عبيط ولا بتستعبط؟ ولا عبيط ولا بستعبط. تبقى جننت ولا اتجننت ولا حاجه. حضرتك المدير العام ولي رمضان ودي تليفون ودول الموظفين وبره السكرتير الغليز بتاعك اللي اسمه عزيز، ثم واحد اختلس فيها ايه دي؟ واحد شايل دقنه، التاني زعلان ليه؟ هو اللي يختلس يقول انا اختلست؟ لا، ومين انا راجل ما احبش اللف ولا الدوران؟ ابقى غلطان؟ يا رمضان يا رمضان، انا كراجل مسؤول ما اقدرش اسمح بمهزله زي دي، انا مضطر ابلغ البوليس. ما قلنا كده من الصبح ما سمعتوش كلامي. حر، اتفضلوا على مكاتبكم، اما انت بقى فانا مضطر اتحفظ عليك في مكان امين. اطلب لي اسم عصر النيل. هي يا رمضان، انت ناوي تتعبنا يا ابني؟ يا بيه انتوا اللي عايزين تتعبوا نفسكم، واحد بيقول لكم انا اختلست وبعدين؟ ولا قبل ايه؟ سيادتك تعمل اللازم وتخلصني. وايه هو اللازم بقى يا سي رمضان؟ محضر وسيادتك تكتب فيه ان المذكور اختلس مبلغ 400,000 جنيه و94 قرش ونص، واعترف المذكور باختلاسه المبلغ، وسيادتك تحول المحضر للسيد وكيل النيابه الذي يامر بالقبض علي وحبس حبسا مطلقا على ذمه التحقيق. بس في حاجه دي، هو انا هعرف سيادتك شغلتك لمؤاخذه؟ ما تتفرجش حق كده ولا ايه؟ ما تقول اسمك ايه؟ ده الاختلاسات يعني شغاله ولعه. ده انت مصيبه، انت مين ملاقعك علينا؟ لا هو انا عشان جبت لكم دغري ابقى بتلاقى عليكم حاجه يا اخي. انت مالك مكشر كده ليه كده؟ ادخل. سيادة وكيل وزارة، خليه اتفضل. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. اتفضل يا فندم. الوزارة مقلوبة. اتفضل. خير؟ تم ايه؟ مصمم يا فندم على اقواله، بيقول ان هو اللي اختلس المبلغ. ليه يا رمضان ليه؟ وكيل الوزارة بيقول يا رمضان يا ابني، ده ايه الامل اللي الواحد فيها دي؟ اخيرا بكلم وكيل الوزارة وبيبتسم لي ابتسامة ذات مغزى. شوف هذه اهمية ان تكون مختلس، انك تكلم وكيل الوزارة شخصيا. ليه يا ابني كل ده بس؟ انت زعلان مني ولا ايه؟ وكمان بنتعاتب عتاب الاصدقاء؟ شوف الحلاوة. يا راجل ده انا حفيت عشان اقابلك، دول قالوا لي انت اتجننت، سرب بنكله يقابل اللي به وكيل الوزاره، ده يعتبر تقاتل الرؤساء وتروح في سين وجيه. خير؟ كنت عاوز مني حاجه؟ كنت عايز اشكلك وجعتي، كنت عايز اقول لك تقول الكمبيوتر بتاعكم ده يختش على دمه ويديني شقه ولو اوضه وصاله تنيل اتجوز فيه. يا ابني ما انت عارف الكمبيوتر ما الناس سيطروا عليه. ما هو يا ابني الكمبيوتر ده بيشتغل عندكم، ويا ابني انتوا اللي بتدوا المعلومات، ويا ابني انتوا اللي بتاكلوه الكوس، بدليل انه عمره ماده الا للمدير العام
والمراقب العام والمشرف العام والمتنايل العام. على كل حال يا ابني، اذا كانت ضاعت منك الشقه هنعوضها لك بحاجه تانية احسن منها 100 مره. ايه رايك يا سيدي حدك حته ارض تبني عليها اللي انت عايزه؟ في ايه؟ في السلوم. في السلوم المستقبل كله هناك. لا وايه، الجمعيه عامله المتر هناك ب 50 قرش. عايز نسكن بعيد عن القاهره ب 450 كيلو؟ دي تبقى تصيف فيها يا ابني. اصيف ايه؟ هو انا عارف اشدت الاول لما هصيف؟ انت عملت زي لما وزعت علينا كاستور، طلع نصيبي متر ونص وديتهم للترزي قلت يعملهم لاي حاجه. عارف قال لي ينفعوا ايه؟ ايه بالظبط زي ما قال لفندي كده. اعقل يا ابني ورجع الفلوس. مستني كلامك. انا هتودي نفسك في ده يا سيد؟ الله يشكرك، الله يخليك، شاكرين قوي. يلا ونبي حاج مامور، يلا حاج ابوك خلصت. يلا يلا اقلب اي حاجه، البيه الوكيل هيبقى السره، والبيه الوكيل عايز يتغدى مع اولاده كمان. يلا حاضر حاضر يا سيدي، خدوا يا رخيم حسنين حطه في العجز. حاضر يا فندم. ربنا يخليك يا شيخ، زخرت وبعدت زخر العداله. يلا حسنين يلا. باي باي يا وكيل. باي باي يا ابني. باي باي يا اخويا. يلا يلا امشي قدام، ما تخافش، امشي خد من ايه. يلا نضرب قدام، امشي. خد اذن من النيابه بتفتيش بيت المتهم واعمل تحرياتك يا سعيد. حاضر. انما انت مودينا على فين؟ موديك تشرب القهوه في الشرق. انا بشربها مظبوط. يا دمك يا اخي. بقول لك ايه؟ ما تيجي بدل ما نروح حجز ومع ناس سيف، نروح على السيف على طول ونخلص. انت مستني يا حبيبي. لا بقول لك ايه؟ ما تزقنيش، انا بقول لك اهو، انت واخد واحد سارق 400,000 جنيه، مش واخد واحد سارق جزء من اخره ولا نشيله جزء جنيهات؟ انا بقول لك روح اشتري بنفسك. طب تعالى خش يا غمر. ازيكم يا قباش؟ يا سفلة القوم. مش انتوا سفلة القوم برضه؟ وقباش؟ دي أوضة رمضان؟ أي فتشوها. ليه يا حضرة الضابط؟ رمضان اختلس من رقبات الموظفين. رمضان كويس قوي يا حضرة الضابط، مش ممكن يمد ايده على حد غير. بعترف. مش ممكن، انتوا أكيد ضربتوه. احنا ما ضربش حد. معقول؟ مش معقول. معقول رمضان يعمل كده؟ مش معقول. مش ممكن. مستحيل رمضان يختلس. متأكدة إن المسألة فيها حاجة غلط، رمضان مش ممكن يعمل كده أبدا. يا أختي كفاية الفضايح والبوليس دخل بيتنا. ألا قول لي يا جدعان، أنتوا بتدوروا على كام؟ 400,000 جنيه. 400,000 جنيه؟ بقى المسخمط على عينه ده يمشي 400,000 جنيه؟ اختلس. يا أخويا اختلس ولا ما اختلسش، المهم إن خدهم. أه منه الساهي السهتل ده. يا ماما حرام عليكي بقى. مفيش حاجة يا فندم. احب انبهكم اذا كنتم مخبين اي حاجه هتقع تحت طاقيه القانون وهتجيبوا نفسكم الاذى. احنا ما نعرفش حاجه، خليكم ماسكين في الحمار. الحمار قال ده احزن لحمير. يا اخوانا عيب كده، العطره دي مش معقول، هنفضل مرمين كده لغايه ما تخلصوا اجراءاتكم. اسكت يا جدع انت، اسكت وروح اقعد مكانك. وحياه ابوك يا عسكري يروح يقول لهم الاخ رمضان زهق من القعده. قلت لك اسكت لحسن اقوم اكسر دماغك. يا جدع صلي على النبي كده، وانت تقدر تعمل حاجه؟ حق عليا يعني اللي عايز افضل لكم مكان لزاهر اخر. ارجع مكانك يا اخينا انت. رمضان علي. ازيك يا رمضان؟ ازيك انت علي؟ عارف انت انت ايه اللي حصل يا رمضان؟ بعدين هقول لك كل حاجه. ايه اللي جابك دلوقتي؟ انا جايبه لك لقمه. تعيش يا علي تعيش، هات منها الاكل يا عسكري. انت بتتامر قوي. والنبي يا اخويا بتديله الاكل. حاضر يا ست، هو مسموح له باكل مدني، بس امشي انت. روحي انت عليه، روحي وحطي في بطنك بطيخه صيفي. ازاي بس يا رمضان؟ يا ست امشي بقى، ما تودينيش في داهيه. الله، امشي مكانك يا جدع انت. مش لما تناولني الاكل الاول؟ حاضر يا سيدي حاضر، اتفضلي يا ست. مع السلامه. وانت حلويت وبقيت ملفوفه كده. اتفضل. سلام يا فندم. اتفضل انت. تعالى هنا انا بقول للعسكري. اقعد يا رمضان. يا رمضان كل تقارير المباحث اللي قدامي بتقول انك كويس وسمعتك طيبه وانك ماشي دغري.
ما هو دي اللي انا بقولها بيه. انا فعلا ماشي دغري، عشان كده لما اختلست جبت لكم على بلاطه كده على طول. مش احسن ما كنت حرقت لكم الخزنه وتقعدوا تحققوا ام وسين وجين وتقلبوا دماغكم؟ لا يا بيه لا، ويمكن انكشف او ما انكشفش. انا ما بحبش الطرق دي. انا لا بتحمس كهربائي ولا عقب سجاره. اختلاس، واختلاس حقيقي وقوي وواضح، وديتها معروف من 7 ل 10. من 7 ل 10 ايه؟ من 7 ل 10 سنين سجن، كما هو المادة 112 الباب الرابع من قانون العقوبات. يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل موظف أو مستخدم عمومي يختلس أموالا أو أوراقا أو أمتعة سلمت إليه بسبب وظيفته. وأنت عرفت الحاجات دي كلها منين؟ لا أنا ما قلتلكش. قال إيه يا سيدي؟ كنت أنا طالب في الحقوق بس بطلت دلوقتي، بس حافظ المادة 112 الباب الرابع من قانون العقوبات كويس أوي، كويس أوي أوي أوي. بس يوم واحد سجن بفلوس الدنيا كلها يا رمضان؟ طب وايه يعني؟ ما انا مسجون جوه نفسي ومفيش حاجه عارف احققها. طب ما تاخذنيش انت لو مسجون جوه نفسك العب 100 مره مما لو سجنت في سجون مصر كلها. يلا بيه، يلا خلصنا وحياه ابوه، يلا بالقضيه جاهزه وواضحه والزبون مدب ومعترف، واحنا جاهزين، احنا جاهزين قوي. طب ليه عملت كده يا رمضان؟ قصدك البواعث يعني يا بيه؟ هي ده عايز اسالك. واحد تحت ايده 400,000 جنيه، حسبته لقيت نفسي عمال ما اخرج على المعاش هاخد 6,000 جنيه نقطه نقطه. طب خليك انت مكان. تاخد الحكايه ببساطه قوي. ما هو يا بيه لو قانون العقوبات بيقول ان المختلس يعدم كنت فكرت شاورت عقلي، لان العمر مش معزاه. وحتى لو غيرت القانون دلوقتي مش هيطبق عليا. ليه بقى؟ لان الجريمه حصلت في ظل القانون القديم. منطق مش كده؟ انت طلعت لنا منين؟ واشمعنى انا يعني اللي طلعت لكم منين؟ ما الدنيا مليانه حراميه. طب فكر وارجع في كلامك وانا هحفظ المحضر. افكر؟ افكر في ايه؟ يا سعادة البيت، أنا لو كان حصل عندي 50 جنيه عجز في الخزينة كانوا اعتبروها اختلاس زيهم زي 400,000 جنيه، هيطبقوا المادة 112 الباب الرابع من قانون العقوبات. جنيه زي 1,000، يبقى انسرقت سرقة جمل. مش واخد بالك أنت؟ على رأي الولية القرشانة بتاعت الكرو. يعني مفيش فايدة في دماغك؟ أنت بتضيع وقت سعادتك. خلي بالك كويس إن إحنا هنجيب الفلوس، وساعتها اللي حطوا له أبيض ولا أسود، وهتتحبس برضه. وما حياة فرص برضو يا باشا. طب انت هتخرج دلوقتي؟ اخرج اروح فين؟ هتخرج بره؟ هتروح؟ لا. ليه؟ كده هتدفع كفالة وتروح لغاية ما يتحدد لك جلسة. طب انا ما عنديش فلوس ادفع الكفالة. ما عندكش فلوس؟ 400,000 جنيه وما معكش فلوس؟ لا، ما هم دول ليهم اوان تاني خالص، ولا العفاريت الزرق يعرف مكانهم دلوقتي. لما اخرج من السجن وعليه خير بقى يبقى فيه كلام تاني، على راي محمد لطيف. شفت ماتش الاهلي والمحله؟ سيبك من الكلام ده دلوقتي. يعني انت مش عايز تخرج بكفاله؟ يا بيه انا عايز القضيه تخلص اوام، والحكم اوام اوام، والسجن اوام اوام، عايزين نخلص. الله، ايه اللي هيخرجني ويدخلني؟ على كل حال انا اقدر اخرجك من غير كفاله بضمان بطاقتك الشخصيه او محل سكنك. أو تلاقي لك محامي دافع عنك. والله يا سعادة الباشا المسألة لا محتاجة محامي ولا غيره، القانون واضح والمادة معروفة ومحفوظة. إن أنا قدام حضرتك عايز تخرجني، خرجني، يمكن لك هدف تاني. طب هات بطاقتك الشخصية. معيش بطاقة. إيه؟ وروني بقى هتعملوا إيه؟ ولا يمكن حضرتك أهو؟ لا، في بطاقة. أهي أهي، يمكن لك هدف تاني. بس شفت الصورة بتاعتي حلوة. طب اتفضل اديها لي. حاضر. صورة جميلة من ساعة ما كنت في الإعدادية. أي أيوة والله. اتفضل امشي. هات يا سيدي. اتفضل. ما تخلي. مع السلامة. أي أيوة والله، خلي التذكرة معاك. مع السلامة. السلام عليكم. مش عايزين أي حاجة من بره؟ مع السلامة. السلام عليكم. رايح فين يا فينا؟ خش خش. إيه ده أنا عندي؟ البيه الوكيل هو اللي خرفني. سيبه عسكري. ده حاجة عجيبة. عمركش شفت حرامي بيخرم؟ ده بيبقى قاعد قاعدين وبيخرج بكفالة. بيضيعوا وقتهم. اتفضل. لا مش انت، انا بقى المره. السلام عليكم. عايزكم تراقبوه كويس. تفتكر سيادتك انه مش عامل حسابه؟ اكيد عامل حسابه طبعا، لكن اهو اجراء يمكن نعرف فيه اي معلومات تفيدنا عن مكان الفلوس. المهم عندنا دلوقتي الفلوس. حاضر يا فندم. Thank you.
ايوه انا اللي انت ايه هرب؟ ايوه هرب، واللي هيلاقيني هيديله مكافأة 50,000 جنيه. حرامي حرامي اوعى تدخل حرامي حرامي ايه كتكنين؟ احنا ناقصين، هم راضين حد يسجنوني. يلا امشي بلا قلب يا كفار. رمضان ماما يا ماما. ايوه يا علي في ايه؟ رمضان رمضان جه يا ماما. رمضان رمضان الحمد لله على السلامة. ازيك يا علي؟ ليه عملت في نفسك كده يا رمضان؟ ازيك يا رمضان؟ ها عملت ايه؟ خدوا منك الفلوس؟ هما مين دول؟ الحكومة. ما يقدروش. امال حصل ايه؟ سابوني لغاية ما حددوا ميعاد الجلسة. يا اختي عليك اسم الله يا اخويا، انت تعبان، خش يا حبيبي. اهلا وسهلا، خطوة عزيزة. اتفضل يا اخويا اتفضل، اقعد يا حبيبي، اتفضل اتفضل يا حبيبي. اهلا يا روح قلبي. عليا اعملي شاي لخطيبك ولا اقول لك اعملي شربات؟ لا بلاش. امال عايز ايه يا اخويا؟ انا جعان. يا عينيا الاثنين، دقيقتين ما هحضر لك الاكل. يا اختي عليك وعلى جمالك، اختي حلاوتك. الا قول لي يا اخويا هم صحيح كام؟ هم ايه دول؟ 2 مليون. ايه؟ 2 مليون. 2 مليون؟ يا نهار ازرق، هي الاخبار عقبال ما وصلت هنا بقوا 2 مليون. امال كام يا عين امك؟ مفيش، والله ما في. هم 400,000 جنيه عمي. عمي؟ عمي ازاي بقى؟ حلوين يا اخويا حلوين، دول يبدوا 4 عمارات ويجيبوا تاكسيين ويخلوا العيشه نغنغه. اما قوم يا اخويا اعمل لك لقمه تاكلها يا ضنايا، ربنا يخليك لشبابك. عليا خلي بالك من خطيبك يا حبيبي. ايوه خلي بالك مني لنط من الشباك. بايخه مش كده؟ عملت كده ليه يا رمضان؟ عشان نعيش. امتى؟ كلها كام سنه؟ اكني سافرت اي بلد عملت قرشين ورجعت. بس دول بقى مش قرشين، دول 400,000 جنيه. اموال الدنيا كلها ما تساويش انك تعمل فيا وفي نفسك كده. كفايه انك هتبقى رد سجون. يا ستي رد سجون رد حواري، الناس مالهاش غير اللي قدامها. ثم انت مش كنت زعلانه ان انا ما عنديش شهاده جامعيه؟ ادينا هجيب لك شهاده جامعيه من جامعه ابو زعب. انا ما بهزرش دلوقتي يا رمضان. خلاص على العموم الكلام جه متاخر يا علي. مش متاخر ولا حاجه، انت ممكن ترجع لهم فلوسهم. لا ده احنا نبقى بنهزر بقى يا استا علي، وانت فاكراني يعني لما هرجع لهم فلوسهم هيحبوا على راسي ويسيبوني؟ وليه لا؟ الجريمه وقعت خلاص، كده ولا كده داخل السجن وفقد وظيفتي. ثم انا عايز اعرف بقى بصراحه، انت قلبك عليا ولا على نفسك؟ تلاقيكي خايفه لا غيب عنك وما تتجوزيش بسرعه. ما تخافيش طمني، الناس بتوصل 45 سنه دلوقتي وما تتجوزش، بس بيمشوا يكلموا نفسهم في الشوارع. انا ما بتكلمش على الجواز، اللي بيني وبينك اكبر من الجواز. اكبر قد ايه؟ كم كيلو يعني؟ خليك واقعيه يا علي، من يومين ثلاثه امك ما كانتش طايقاني، دلوقتي بتقول لي يا ضناي. احنا في زمن بطاقه الانسان فلوسه، فلوسه فلوسه بس عليه. اسال الجعان. جبت لك كوسه ورز وفراخ النمائيه، هتاكل صوابعك وراهم. قوم يا كب كبه. احنا بنحلم ولا ايه؟ ايه اللي حصل بالظبط؟ الحكايه بسيطه يا اخينا، ده فكر في اللي احنا فكرنا فيه في نفس الوقت. يعني هو فاهم دلوقتي انه سرق الفلوس فعلا؟ مفيش غير كده. طب احنا مستنيين ايه دلوقتي؟ ما نوزع بقى كل واحد ياخد حقه ونبشبش الانتيكه، ولا ايه يا هلوتي؟ لا بشبيشي انا مش موافق على الكلام ده. ممكن الواد ده يكون اخبث مننا ومرتب لنا حاجه، احنا بنعمله في الدره لحد ما نشوف ايه الحكايه. عندك حق يا هلوتي، تخاف. الخوف اجدع عشان في الضمان، واللي بأكد لي نظريتي انهم خرجوه كفالة. انا سمعت انه خرج من غير كفالة كمان. رايح فين يا حنية؟ الله اكبر، قاموس الفاظك بقى حلو قوي يا حماتي. انت طول عمرك غالي عليا يا رمضان. تعالى كلك لقمة. اكل ايه يا وليه؟ ما انا لسه بتغدى. وماله كل كمان، هتنزل على لحم بطنك. تعالى انا عايزك في كلمتين. تعالى تعالى. كلمتين ايه بس؟ تعالى.
عايز ايه؟ انت طبعا مدكن الفلوس. ايوه طبعا مدكن. ما تجيبش لهم لك معايا. هتشيلي لي 400,000 جنيه. وماله في الحفظ والصوم؟ طب ما انا اشيلهم في الحفظ والصوم. طب هتدفع المهر امتى؟ يا حماد انزل الفلوس دلوقتي خالص. يا ابني قبل المهر ما يغلى. يا ستي بغليه زي ما انت عايز، انا جاهز. طيب يا ضنايا. هتفضلي قاعده كده على طول؟ مش هتقومي؟ حاضر. قوم انا عايز اقفل الباب. طيب مالك انا. قومي. زحمطتني. خيرك سابق يا عم رمضان. اتردت لك ان شاء الله في قضيه تمويل. طول عمرك دمك زي العسل. انا جايب لك شويه بقاله حلوين قوي. كتر خيرك. كتر خيرك يا عم سويلة. بقول لك انا عايز في كلمتين. نعم. شوف يا سيدي دلوقتي المؤاخذه في دي الكلمه، الناس بتقلب بدكاكينها بتعملها في السوبر ماركت. فكره حلوه. ها؟ وانا بقى مؤاخذه يعني عايز منك قرشين سلف. هتبقى حلوه وانت ابو جدعان. سلف مين يا عم سويلة؟ الله 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 الله. من الهف اللي انت هفه. من الهف اللي انا هفه؟ طب انا هفيه، انت كمان تهف؟ الناس لبعضيها يا رمضان. الناس لبعضها في الهف يا عم سويلم. الله صدقه من اللي انت سايقه. صدقه؟ الصدقه ما تجوز الا من مال الحلال. احنا على قوم متشكرين قوي على الهديه دي. لا يا اخويا فيه هديه. لا يا شيخ. يلا مزيكا، يلا امشي بلا فلقه بلا مزيكا بلا غنى بلا يحظى. يلا على رايك بلا نيلي. يا ساتر. انا همشي من هنا، تعال وراي. السلام اللي ما اعرفكش بقى تبقى ماسك جورنال ولابس بنط وجزمه ميري وعايزني ما اعرفكش. قول اللي بعتك مفيش فايده. انا مش ههور يمه الفلوس دي نهائي دلوقتي. انت كده بتتعب نفسك على الفاضي يا شاويش. ايه حكايه شاويش دي؟ هو انت لسه ما ترقيتش؟ طب وبعدين؟ هتفضل طول عمرك نفر كده؟ ها؟ ما تقدم شكوى. قدم شكوى عشان يرقوه. ده انت كبرت في السن. اي أيوة والله كبرت في السن وصحتك بقت عيبه. عيبه هو انت قادر تقف على حيلك يا راجل؟ زمانك دلوقتي بقى مصولات. اي أيوة والله العظيم، والله العظيم ثلاثه بقى مصولات. الظلم الظلم وخد حقك. بلد انا لو اقدر اساعدك كنت سعيد، كنت عرفتك سر. بس دي معقوله؟ اضحي ب 400,000 جنيه عشان واحد تافه زيك؟ دي معقوله؟
حق دي لو حصل وعرفت سري كان زمانك دلوقتي طالع في الجرايد وبتسلم على المسؤولين ويدوك 2 جنيه مكافاه. انا مش فاهم حاجه. انا بقى فاهم. ايه اللي وقع منك يا دي؟ مش بنفر وجاز ميري. ده انت بلوى مسيح. الله يسامحك. بقول لك ايه يا حلو، بدام انت راجل بتشتغل جامد كده ما تستقيل. استقيل؟ ايوه استقيل. اشتغل في القندة من بتوع الاستثمار او في مزرعه فراخ، حتى اكل وتشرب ويدوك في دخ وانت مروق. يا اخي سيبني في حالي وغرفه 60 داهيه. ده انت قلق. ما انت ملش حق. طب طلعني من البرميل. طيب انت نفر. يا جدع انت عاوز ايه مني؟ مش ورايا ليه؟ حرقت عشان اقول لمراتك على كل حاجه بتعملها، هقول لها انك انت بتعاكس بنات في الشوارع. يعني مفيش شيء؟ حويس حرش جديد يا فندم. اصدرنا امرنا بالقبض على المذكور ويحال الى محكمه الجنايات. شوف اقرب جلسه عندك. يا رمضان. افندم يا سعاده البيه. لسه مصمم على اقوالك؟ وهغير اقوالي ليه يا بيه؟ احنا الحمد لله طول عمرنا كلامنا واحد، احنا عيال جدعان قوي. جاوب على قد السؤال. حاضر حاضر يا بيه. انا بدي لك فرصه اخيره، اذا ارشدت عن مكان الفلوس هيراعى ذلك عند الحكم وسيكون مخففا بما يسمح بذلك القانون. يا سعاده البيه، انا لو عايز اقول على مكان الفلوس كان لازمتها ايه اللمه دي؟ دي قاعدة متكلفة برضه. النيابة تحب تضيف شيء؟ النيابة مصممة على طلباتها يا فندم. الدفاع يتفضل. أود أن أضيف أن موكلي. يا أستاذ أنا لا وكلتك ولا شربتك، المحكمة هي اللي أنت دابتك للدفاع عنها. ثم إن الحاجات دي كلها ملهاش لازمة. أنا راضي بحكم البيه القاضي السكرة دي. يلا يا بيه، يلا ترسيني 7 سنين ربنا يخليه. اسكت يا رمضان. خلي الاستاذ المحامي يشوف شغله. يا سياده الرئيس، القاعده القانونيه بتقول انا اللي اتكلم وهو اللي يسكت. القضيه قضيتي وجو حاول بلعب طوره. يا استاذ رمضان انا عاوز اساعدك ارجوك. ارجوك انت يا استاذ خليك في حالك واقعد اعمل معروف. سيبني في حالك. اقعد الله لا يسيئك. سيدي الرئيس، واضح ان المتهم لا يأبه بالعقاب ولا بد من الشده مع امثاله ليكون عبره لغيره. ايوه يا بيه، انا عبره لمن لا يعتبر. الحكم بعد المداوله. رفعت الجلسة. كرم. اجيب لك شاي يا رمضان؟ ملوش لزوم، ابقى اشربه في ابو زعبل بقى. يا خسارة يا رمضان، ضيعت نفسك وضيعتني معاك. مفيش حد ضاع ولا حاجة. بيتهيأ لك. تفتكر مصيرك هيكون ايه دلوقتي؟ ومصيري انا كمان هيكون ايه؟ انت لعبت بالنار والنار هتحرقك وتحرقني. ايه الكلام ده؟ انت هتعمل لي فيها يوسف وهبي؟ انا عايز كلام اسماعيل ياسين بصراحه. احكمها. حكمت المحكمه حضوريا على المتهم رمضان ابراهيم اسماعيل بالسجن 7 سنوات مع الشغل والنفاذ. رفعت الجزاء. يا عاشت المادة 112 الباب الرابع من قانون العقوبات، عاشت القانون الفرنسي، عاشت فرنسا حرة وعاشت مصر حرة، وكل واحد حر يعمل اللي هو عايزه بفلوسه. خد بالك من نفسك يا رمضان. ما تديش دعوة، ما تخافيش عليا. خدي بالك انت من نفسك. استنيني، خدي بالك منها ام علي. في عينيا
ما معكش يا اخويا اسم وقتل. منين يا حسره منين؟ متلكن متلكن. قلبي معاك يا استاذ. طب قلبك على روحك انت ما كويس مش دعوه خالص يا شويه. يا ضيختي يلا خش يا مسؤول. الا ولزومها ايه المعامله دي؟ السلام عليكم يا مجرمين يا اوباش يا زبده المجتمع. اسمك ايه يا ايه يا دي؟ مش عاجبك يا الا هو من اولها كده؟ تعال هنا. اجي هنا فين؟ هاتو. الله بالراحه علينا شويه مش كده؟ هنا ما حدش يفتح بق. هو انا لحقت اتكلم ولا ترد؟ انت قضيتك ايه يا ما ترد يا انت مش قلت ما تفتحش بقك؟ هتكلم ازاي وانا قافل بقي؟ طب افتح. مش فاتح. انا بقفل بعد الساعه 7 حسب قرار السيد المحافظ. حلو حلو. انت هتهزر يا بسم الله. عيشت الله يحفظك يا امير. هو في ايه؟ هاتو. اصل هنا مفيش حد يفتح بقه فاهم يا قال. اشمعنى انت ما انت فاتح بقك اهو؟ انا افتح وقت ما يعجبني فاهم؟ ايوه بس اصل ده قرار من السيد المحافظ. انا ما عنديش محافظ يقفلني. انت بتبص علي انا بضربك انت. ما انا معاك. ايوه بس انا مش معاك. بسم الله. عيشت الله يخليك امير. وضبوه. ما تيجي تاكل معاي. طب بس يوضبوني واجي لك على طول. يلا يا جماعه وضبونا عشان عايزين ناكل لقمه مع الراجل. عيشت الله يخليك. ده التوضيب هنا اللهم صل على النبي. انما حضرتك اسمك ايه؟ قباب. مين؟ قباب. قباب من امتى؟ انا مولود قباب. مولود قباب؟ ايوه. اللهم صل على النبي مولود قباب. الظهر يا قباب فيه توضيب تاني. مش عايز نفس في العنبر. اتأدبت يا؟ ايوه اتأدبت. اتأدبت وتهذبت وعرفت ليه هما بيقولوا السجن تأديب وتهذيب واصلاح. ما حدش بياكلها بالسهل. انت جبت الفلنة دي منين؟ ايه؟ اصل انا عندي زيها. ايه؟ اصل هنا ما حدش يفتح بقه. ما اقدرش، ده قرار من السيد المحافظ. انا ما عنديش محافظ. بسم الله. عيشت الله يخليك. قلت لي اسمك ايه؟ ابو قاب. قاب قاب ايه؟ حد اسمه قاب.
بشبيشي. عيون بشبيشي. هتقدر استاهلها امتى؟ لا انا مش هستقيل ولا حاجه، انا غبت، هما دوروا في دول. لا كده ما مشيش، لازم تقدم استاهله عشان ما يقولوش راح فين. اقطع حيلك وسيح دمه كده. هروح استاهل جدع. كامل الاحترام يا عم، احنا ناس غلابه. غلابه مين؟ تخبط 400 باكو، الباكو فيه 1000 ليمونه وتقول غلابه؟ ده احنا حراميه كسر بقى. كسر؟ طبعا كسر، ده الحرامي مننا عامل منظره يا دوبك يوم ما ياخد له شراب، تلفزيون، اي حاجه من على حبل غسيل، وانت تهبد الهبده في خبطه واحده. قال انت هتنق؟ نق مين يا استاذ؟ الله يبارك لك في الليمون. ايه حكايه الليمون دي؟ ده الاسم الكودي للجنيه مؤاخذه. حلو تسميع، حلو فعلا. الجنيه ما بيستحملش عصره ليمونه. انت بتعمل ايه؟ حكم تكنس مين؟ تكنس مين؟ انت ما تكنسش، ده انت الاستاذ، ده انت الكومانده. كومانده؟ العفو يا معلم. معلم مين؟ ده انت زيد المعلمين. اه محسوس لقصه اللصوص. وسلام لزعيم البواكي. سلام لقصة الحرامية، سلام للزملاء الكركية، سلام لقصة الحرامية، وسلام لإخواننا الكركية. البواكي حلوين حلوين، يا سلام الحلاوة من قدك مين؟ من قدك مين؟ من قدك مين؟ أنت كبير المتصيد، أنت بتخبر وإحنا نعيط، ناكل يامك على طعمية، وأنت الفراخ 100%، ناكل يامك على طعمية، وأنت الفراخ 100%، اللز والفستق بتقنقش، وإحنا بنتغدى حرنكش، وإحنا بنتغدى حرنكش، دنيا هي الدنيا، فيها اللي فوق، فوق، فيها اللي تحت، 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 فيها اللي فوق، فوق، فيها اللي تحت، قرش تسوى قرش، معكش قرش ما تسواش قرش، والدنيا هي الدنيا، فيها الضعيف وفيها بكرش. قرش 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 قرش. والحرامي دايما هباش، الهباش عمره ما يعلاش. قول لنا يا كبير الحرامية، يلا الهبر عندك غية. قول لنا يا كبير الحرامية، يلا الهبر عندك غية. احنا الاوباش الحرامية محبوسين 100%، احنا الاوباش هجام. ضربوه يا سلام، يا سلام. اهو ده الهجام، ضربوه يا سلام، يا سلام. اهو ده الهفاف، ضربوه بيخاف، بيخاف. اهو ده الهفاف، ضربوه بيخاف. اهو ده النشال، اهو ده النشال، اهو ده النشال، وكل اف وله حلال. حرامي العشه الفاضيه، فاضيه فاضيه فاضيه، وده هبر الضربه القاضيه. كرش 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 كرش. دول الحراميه الفكه، فكه فكه فكه، في الصنعه دول عالم سكه، سكه سكه سكه. دول الحراميه الفكه، فكه فكه فكه، في صنعتنا دول عالم سكه، زمايلنا السكاك. السكوا واحد ضيف شنطه، وزقوا عجلهم على طنطة حبس وانطة. يا ابو عالم سكة بتوع الفكة، عالم سكة بتوع الفكة. صباح الخير سعادة الباشا. صباح الخير سعادة الباشا. سعادة الباشا، انت بتكلم مين يا عم نجاتي؟ بكلم سعادتك انت. سعادتي؟ ايوه. خير؟
أنا ليا طلب عن سعادتك. تحت أمرك. أنا عندي ولد لا مؤاخذة يعني دبلوم تجارة وبيشتغل في الحكومة. ربنا يخليهولك. أيوة بس سيادتك عارف يعني إن ماهية الحكومة مش ولا بد. وهو ابني الوحيد على 6 بنات وهيبقى العقل الوحيد بتاعهم واللي هينفق عليهم بعد مني. ربنا يخليهولك ويخليه. ويخلي سعادتك. بس أنا عشمي في سعادتك يعني إن سعادتك لما تطلع بالسلامة إن شاء الله تشغلهولي. أوي أوي عناية الاثنين. طب لو سمحت سعادتك يعني كارت من سعادتك عشان يبقى يجي بيه لسعادتك. كارت؟ أيوه. بس ده لسه بدري. أيوه ما هي الأيام بتجري بسرعة. على كل حال أنا لسه ما طبعتش كروب. على العموم خليها بلا سعادتك. تسمح سعادتك يعني تقبل مني سجارة. أوي. تشكر يا عم نجاتي. شكرا يا سعادتك. شكرا. سلام. أول مرة الاقي سجان بيرش على مسجون. يا بركة الرزم. بصراحة أنا زعلان. الموظفين في المصلحة هزقوني عشان اتغنيت. يعني أنت وأنت فقير وزق وأنت غني بيهزقوك. دي طبيعتك يا شحاتة. المهم ما يكونش لاحظوا أي حاجة بالنسبة لموضوعنا. لا ما تخافش يا هلوتي، السر اتدفن في السجن مع رمضان. وعلى فكرة عايز اقول لكم حاجه، انتوا نمتوا على المطول ليه؟ مش هنوزع فلوس؟ وزع الغريب مش بيشي. انا تنصك حاجه يا راجل، ما احنا عايشين اهو فل الفل اهو. الله لسه واخد باكو ولا عايزنا نفترق بقى؟ اعوذ بالله نفترق، ده احنا اصبحنا واحد. يا سلام عليك انت يا مثقف. مين اللي مثقف؟ انا الساحر يا جدع. انت احلى ساحر يا جدع. ساعد لنا في الخير. ما تسعى انت وجبنا ازازه مليانه. طيب يا سلام عينيا، خد فلوس وانزل اشتري ان شاء الله تجيب البحر بحاله. عم فلوس ايه يا رح؟ خد يا عم ده يلي فلوس كتير هنوديها فين؟ عم انا جدع ده من فجربان. هيقول لي خد فلوس. خد اجمل يا بشبيش اجمل. الله امسك نفسك. يا بشبيش انا نازل اشرب من البحر، قصدي اشتري البحر. ما تيجي معايا شحطة؟ عم وانا شايف قدامي. روح انت. طيب خرح فين؟ الباب هو هنا. كل الطرق تؤدي الى المصلحة. قشطة. اهلا يا نونوس. اهلا يا نورة حلوة. انا عاوز ازازه كونياك سكر بره. سكر بره؟ لا مؤاخذه السكر بره. قال اصل كان عندي موظفين يطلبوا مني الخمره سكر بره، وناس منهم بقى تطلب الخمره كشري. كشري؟ كشري كشري. انا قصدي البتاع ده اللي بيشربوه على الاولى ده، اللي اسمه الشاي. انت عايز شاي ولا خمرة؟ شاي ايه يا راجل بقى؟ ما ربنا تابع علينا منه بقى. ما تبصش لمنظري، انا راجل محترم، اوعى تفكر ان انا كنت ساعي. اتفضل بقى يا استاذ. شكرا. اشكرك جدا. وبعدين يا هلوتي هتعمل ايه؟ كله هيبقى في الحلاوة يا روح هلوتي. اول ما الباسبورتات بتاعت انا وانت تجهز نشوف لهم مصيبة نرميهم فيها، وانا وانت اكس على بره. انت بس قريب يا بنت، ما تلاقيش يا بنت. وانا معقول برضه ادي كل واحد فيهم التلت؟ دي ضربة العمر على رأي المثل. هو انا قلت لك ادفع؟ هو احنا مجانين عشان ندفع؟ كفايه اللي بصرفوا عليهم. ايه اللي على الطريق ده؟ انت الظاهر قطاع الطريق. قطاع الطريق ايه يا اخي انت كمان؟ ادخل.
الفلوس دي فلوسك؟ انا ما اعرفش عنها حاجه، سعاده البيه. ما تعرفش حاجه عنها ازاي؟ ما هي من نفس الفلوس اللي لقيناها معاك. يعني ايه بيه من نفس الفلوس؟ فلوس ربنا كلها واحده لا مؤاخذه. انتوا جبتوا الفلوس دي منين؟ باب السنه مفتوحه سعاده البيه، والرزق بيحب الخفيه. تعرف تخرس؟ اخرس زي البيه ما قال لك. حاضر يا بيه، خرسنا. ما لقيناش الهلوت يا فندم. ولا فلوس؟ ولا الفلوس يا فندم. خش يا مسجون، اتحرك يا اخويا. انت اسمك ايه؟ وانت اسمك ايه؟ بس ما تقولش يا بس. هنا ما حدش بيفتح بقه. انا ما فتحتش بقي يا بيه، انا خدامك يا ابني. هنا ما فيش خدام بقى، حد بيفتح. وضبوهم. وانت ايه اللي جابك؟ سرقت لك باكو شاي ولا كرسي مكسر؟ والله ظروف يا استاذ رمضان. تعال اقعد استريح يا ولد. اقعد يا بشبيش. ضربت ضرب. اقعد خد راحتك. ده ضربوني ضرب. ومين البقف اللي معاك دي؟ ولا مش معاه؟ معايا. اعمل لنا شاي يا ميمون. حاضر يا استاذ. وانا 50 اتشاف وكوبايه كبيره وكملها عدس يا ميمون. حاضر. الكابتن فتحي. ايوه ده مطرب. مطرب؟ ما هو ده اللي كان بيغني واحنا بنتوضب. لا ده اسمه فتح السريح، ده اكبر هجام في مصر، معاه مفاتيح تفتح 11 مليون شقه. عقبال اولادك خارج افراج الجمعه الجايه، هو ميمون و مين؟ ايوه وده. ايه ده؟ وبقاب خارج معاهم كمان. وانت ايه حكايتك بقى؟ احكي لي. حاجه بسيطه. ايوه ايه يعني؟ حاجه بسيطه. ايوه بسيطه. ايه يعني الحكايه؟ ايه؟ حاجه بسيطه يا استاذ رمضان. بس شفت العمليه بتاعه تاني جد فايده ازاي؟ فايده كبيره مش كده؟ تنورت. انا عايزك تعتبر السجن ده سجنك انت واهلك واللي جابوك. خد راحتك، خد راحتك، وبعدين بحكي لي حكايتك ايه. ايه والبقى في ده معاك ولا مش معاك؟ معايا. خد راحتك يا بقى، انت كمان ولا يهم. شفت الحظ؟ حظ زفت. ما نقعش غير في العنبر اللي في رمضان. ايوه حظ زفت، لو عرف اللي حصل هيعمل فينا ايه. انا عارف. اخ ده باين عليه ليه قيمه كبيره قوي. هلا خدوا سجاير اهي. انا مش عايزك تقتل هم اي حاجه، لا انت ولا البقف ده. ايوه بس انا كنت عايز اقول يعني. كنت عايز تقول ايه؟ لا ولا حاجه. الشاي يا معلمه. تشكر. نخدمك في الافراح يا اكبر هفاف. اتفضل. خد يا بشبيش. الله يخليك. ودي للبقف. اتفضل يا بقى. بس تعقيبا على التصريح الاخير بتاعك ده رمضان، انا فعلا بقول ان حرب المدن دي فيها اسفاف. اصل الحكايه كلها هي روسيا وامريكا. وهي روسيا وامريكا واقعين مع بعض ليه؟ ليه؟ 100% في نسوان في النص. يعني 100. انا صدقني لما اقول لك يا سعاده الباشا. ايوه يا عم نجاة. سعادتك مطلوب يا فندم. مطلوب ليه؟ اصل جت اشاره دلوقتي من مكتب السيد وكيل النيابه، عايزين سيادتك بسرعه يا فندم. خير؟ والله مش عارف سعاده الباشا. بس انا مش فاضي دلوقتي يا عم نجات. الواد فتحي طالع افراج وعايزين نقوم بالواجب معاه. معلش يا سعاده الباشا. تعال على نفسك شويه يا سعاده الباشا. عن اذنك يا معلم فتحي. اتفضل. خد بالك من العيال دول الجداد دول. اللي في حمايتك في رقبتي يا رمضان. ماشي. بس هيحفي النسوان في النص. صدقني. رابريون بلابلت قال فتش عن الولية. لا انا اديني كنك. بس هنا ما حدش يفتح بقه. الجلسه استاذ جابر. حاضر. حاضر. مع السلامه. ادخل. لا
مذكور رمضان ابراهيم اسماعيل يا فندم. افتح معه. اسمك؟ ما هو لسه قايل اسمه اهو. اسمك ايه؟ رمضان ابراهيم اسماعيل. احنا خلاص عرفنا الحقيقه يا رمضان. حقيقه ايه؟ هو احنا اللي حدد نزيده؟ اتكلم بقى. مش قصدي. احنا عرفنا الحقيقه كلها يا رمضان خلاص. احنا ما كناش نايمين. وقبضنا على 2 متهمين من العصابه اللي سرقت الفلوس. البشبيشي محمد عبد الحميد وشحاتة علي السيد. واعترفوا بالكامل بالجريمه. وجري البحث عن المتهم الثالث اللي معاه الفلوس. عشان كده جبت امر من قاضي الامور الوقتيه لخروجك من السجن لحين اعاده محاكمتك وحصولك على البراءه. هو ايه قصده ايه؟ الفلوس معاي وانا سرقت الفلوس. شحاتة ايه وبشبيش ايه؟ يا ابني هي دي الحقيقه. حقيقه ايه؟ يا سعاده البيه انا حرامي، حرامي ابن حرامي، الفلوس معاي وانا اتحاكمت وخلاص وبنفذ دلوقتي مده العقوبه. وبعد العقوبه ما هتنتهي هخرج واخد حقي، وعلى راي المثل بصل بخمسه وخمسه ببصل. انما تقول لي سيادتك امور وقتيه وحاجات مستعجله وبشبشه، الحكايه اصلها هتضيق ومش مستحمله الحاجات دي كلها. اعمل معروف يا رمضان. انا مهمتي ان انا اجيب الحق لاصحابه. انت ما سرقتش يعني الحكايه هتبقى مجرد قضيه ازعاج للسلطات وخلاص. الله، ما سرقتش ده ايه؟ حرام او انت انا يعني اكذوبه. يلا بينا بلاش الحاجات دي معايا، من معروف وحياة ولاد. بلاش كلام كتير، افهم وركز. انت ما سرقتش واحنا خلاص عرفنا اللي سرقه. اتفضل خد عسكري. الله، ياخد مين؟ يا سعاده البيه انا حرام، حرامي. انا سرقت 400,000 جنيه والفلوس في حوزتي والشنطه معايا والدم والتلوث كله في الامان ورحمه امي. انا حرامي، حرامي لسه اعلاني مختلس. هي براءه بالعقل ما تستنى يا سيدي. انا مش حرامي يا دلوقتي، انا سرقت وبقول ان انا سرقت في حاجه دي. انا مش حرامي. ما تهدى بقى عمار. ما انت طلعت من غير اوانطي. اوانطي ازاي؟ انت كمان صدقت؟ انا عارف لك بقى. انا عارف ايه؟ ده حركات من الحكومه بس ما تصدقش. انا حرامي وانا عارف انا عملت ايه. لو انت هتعمل احسن من الحكومه. اذا كان الحكومه نفسها بتقول عليك حرامي فشوش. انا فشوش؟ ايوه فشوش ونص كمان. يعني الواد البشبيش والدهف اللي معاه اكلوا لي الشاورما؟ انا عارف لك بقى. هم خلوك المقلب السوق. خدوا مني الليمون واكلوني الشاورما. شاورما ايه يا جدع انت؟ انا عارف، مش انت اللي بتقول؟ انا قلت انت بتقول ليمون وشاورما، انا فاهم ايه؟ ازاي مش حرامي؟ ازاي؟ خدوا مني الليمون واكلوني الشاورما. فاهم ايه ليمون وشاورما؟ ما انا قلت كل حاجه ساعتها. وابن الكلب الهلوتي ده هجيبه منين؟ معرفش. هرب. هرب ومعاه كام؟ مع اغلبيه المبلغ. وده اجيبه من اريده هي دي، لكن هجيب. هجيبه وهذبحه وهجيب الفلوس. عارف كل حاجه عنه ولا لا؟ ايوه. بس من غير ضرب يا سعاده الباشا. طب قول له كمان، قول له كمان على صاحبته الرقاصه اللي اسمها نان. ولما انت عارف ان في رقاصه وصاحبته اسمها نان ما بتقولش ليه؟ ولا مستني تتضرب الاول؟ هقول يا سعاده البيه، ما انا كنت هقول لك. قول قول يا اللي مطلعني اكذوبه في قاعه هوا. انا تكسفني قدام المعلمين؟ ما حدش اللي يكسفك قدام المعلمين. الله يخليك يا كابتن. حد كان يقول ان انا وانت نخرج في يوم واحد يا فتحي؟ معلش يا رمضان، ده حال الدنيا. ده انا هتقهر. لكن هيروح مني فين الاسم الهلوتي ده؟ يقول لك الحكومه دخلت عليه ما عرفتش تجيبه. لكن انا هجيبه ان شاء الله، هجيبه. قال لي قول لي لو عوزتك اجيبك منين؟ إيه؟ احنا مكاننا معروف. فين؟ قهوه البقر. قهوه ايه؟ البقر. البقر فين دي؟ حارة الكلب. حارة الكلب؟ ناصية النتن. ناصية النتن؟ قهوة البقر حارة الكلب ناصية النتن. ودول كلهم في ايه؟ كلود بيه. كلود بيه؟ كل الامكانيات تحت امرك. منور يا وباب. طب
الله يخليك يا سي رمضان. الحمد لله على السلامة يا ميمون. الله يسترك يا سي رمضان ويخليك يا رب. العجوة يا ولاد الكلب. طب ده انا حتى ما بحبش العجوة. كنت احطه بطيخ يبل ريقي. عجوة. طيب طيب مستنيينه بفروخ صبر. يا لهوي ازيك يا حبيبي وازاي الفلوس. يا اختي انت ساكت كده ليه؟ هي الفرحه جات لك بالذات ده ولا منك هتبقى بقى من اصحاب الالوفات؟ يا ستي لا الوفات ولا حاجه. اطلعي علي هات الفراخ كلها. هو احنا ربينا الفراخ اللي عشانه؟ علشاني كنت هتربيها 7 سنين علشاني؟ على كل حال مفيش داعي. مفيش داعي ازاي؟ انت اصلك تعبان. خش استحمى وقوام قوام هحضر لك الغدا. لا انا هطلع فوق. فوق فين؟ ده لا يمكن. متلكن. تطلع فوق ازاي بس يا رمضان؟ هي دي معقوله؟ هو انا هسيبك؟ ده انا مش هسيبك ابدا. انت هتقعد معايا هنا. اطلعي عليا هات الفراخ. هات الفراخ اختي والبحيه. اطلعي يا حبيبتي. اطلعي يا روحي. اطلعي يا اخيرا ربنا هيغنينا. يا رمضان يا رمضان الحياه مش فلوس. فعلا الحياه مش فلوس. الحياه عجوه. ايه عجوه؟ الحياه عجوه. اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. جيلي عليها الحاجه دي. حاضر. اهلا وسهلا. ده ايه النور ده؟ منور الدنيا كلها منوره. ده نوري. اي والله يا نوري. الواحد يتكلم الصراحه. نورك. كنت بقول ايه يا حماتي؟ قول يا عيون حماتك. بالنسبه للفلوس يعني ايه؟ هتروح تجيبهم؟ اجيبهم من ايه؟ من الحته اللي كان دكنهم فيها. يا واعي يا هراري. لا ما انا ما اقدرش اجيبهم دلوقتي. ليه؟ انا الاوان تتمتع وتلبس وتعيش عيش المليونيرات. لا ما انش الاوان ولا حاجه. مهاني علشان ابقى واعي وقراري زي ما بتقولي وعيش عيشه المليونيرات ما اقدرش اظهر الفلوس دلوقتي يا حماتي يا حلوه لان العينين مفنجله عليا قد كده. طب والحل؟ 5 6 اشهر بالكتير نعيش فيهم عادي خالص لغايه العينين ما تبعد عننا ويزهقوا ويسيبونا في حالنا. ساعتها نطلع المتدكن ونديه. نديها بقى يا جماعه. ليه الرعب ده كله؟ ما ترجع الفلوس ونخلص يا رمضان ونعيش عيشه عاديه. تجننت يا بنت انت. ارجع الفلوس ازاي واللي عملته ده كله يطلع فشوش؟ لا علي انا هاخد حقي. شوف يا حماتي عايزه تقفي معايا للاخر انا خدام. ده انا اللي خدمتك يا ابني وموافقك على كل اللي بتقوله. انا هرسم الجو دلوقتي وبعد كده نطلع المستخبي ونعيش المنجهه في اوانها. اموت انا في المنجهه في اوانها. ثانيه واحده. خد يا سي رمضان
ايه دول؟ 1800 جنيه خدهم يا حبيبي اتبحبح بيهم لحد الجو كده ما يروق. ما ينفعوش. ليه؟ ما انا علشان المساء تنام في الدرة هفتح مكتب. مكتب ايه؟ ايه؟ مكتب ايه؟ رمضان كل اعالي البحار، مكتب شغل وتجارة كده. انت مش قلت انك مش هتقدر تطلع الفلوس دلوقتي؟ ايوه طبعا، ما هو البركة بقى في ست الكل حماتي الحلوة دي. من عينيا يا ابني، بس منين؟ انا كنت سامع ان انت عندك نص فدان، ما تبيعيه. ابيع النص فدان اللي حلتي؟ طيب بلاش بقى. مفيش طريقة غير الفلمانكو ده. ما انا دلوقتي لما افتح مكتب واشتغل في التجارة ساعتها الفلوس الكتيرة لما تظهر محدش هياخد باله، حطوه في الكازوزة. اه يا لئيم انت يا لئيم. مش كده؟ قلت ايه؟ حبيع يا ابني حبيع. يلا يا علي ندور على الحجة تحت الارض في الدولاب. يا ماما طولي بالك شوية، هي فيها لسه طول البال. خطيبك ده بيخطط لنا غنغة، ده احنا هنغرق في الفلوس غرقان. تعالي. اه يا بنت الكلب، لو كنت عرفت الحقيقة كنت قلعت اللي في رجلك وديتهم لي ازواجا وافرادا. المهم دلوقتي انا عايز شقه مفروشه اعملها مكتب. تعالتك اللضا شقتي مالك؟ انا مش فاهم حاجه. بكره تفهم كل حاجه. طب وجدع اللي هفر منك الليمون ده هتسيبه؟ فلوسي هجيبها، بس هتاخد وقت وعايزه مصاريف. انا عارف انا بعمل ايه بالظبط. اسمع، خد دول. ايه دول؟ ده عشان تدفع العربون واللازم منه. طب داري داري ليه؟ انا اصلي سالف من المعلم صاحب القهوه 50 جنيه لغايه دلوقتي ما اشتغلتش بتلاته مليم، لو شافهم هيطمع. انا عايزه يطمع. نعم يلا نروح له. ليه؟ اديله 100 جنيه. ايه رمضان انت اتجننت؟ 100 جنيه ده ايه؟ اسمع اللي بقول لك عليه. تعالى معايا. السلام عليكم. وعليكم. اتفضل. ايه دول؟ دول 100 جنيه من اصل مبلغ ال 50 جنيه اللي خدهم منك امبارح. نعم. انت مين؟ ده رمضان صاحبي. هو حط معايا امبارح 50 جنيه، عملوا لك 50 جنيه زيهم بعد ما خدنا عرقنا وتعبنا بالحلال. والله حاجه عجيبه قوي. ده فتحي لما كان بياخد منه 500 كان بيرجعهالي لما ربنا يفتحها عليه بسرقايه وعليها 50 بالكتير. لا احنا ما بنسرقش، احنا بنشتغل بالحلال. قول لي انت مين وحكايتك ايه؟ فتحي هيبقى فاهمك كل حاجه وهيقول لك على عنوان مكتبنا. لو ما كانش فيها خابور تبقى حلوة قوي. الشاهد بيني وبينك الفلوس هي اللي بتتكلم. ياس نو ياس نو نو ها ياس ياس نو. من فضلك رمضان بيه موجود؟ خير يا فندم. لو سمحت تبلغوا ان المراكب وصلت والبضاعه موجوده في المخازن وكله تمام. تمام هنبلغ سعادته حاضر. ممكن اقابله الثلاث دقايق لو سمحت؟ فضل سعادتك استنى دورك. انا عارف ان وقته تخين جدا سمين جدا، ومعلش انا عايز ثلاث دقايق بالظبط. نقول له مين يا فندم؟ قول له السيد رئيس مجلس اداره الجمارك العليا. اهلا وسهلا يا فندم، فضل سعادتك استريح. ثواني. فضلك يا ريت تعرفت الجمارك بالنسبه للسيارات بقت كام دلوقتي؟ هو هنا ما حدش يفتح بقه. السلام عليكم. ربنا يديك الصحه. ربنا يديك الصحه كده ويخليك. الف سلامه. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. اتفضل يا استاذ علي الدور. ايوه سعادتك اتفضل. السلام عليكم. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اتفضل استريح. اسم السياده عبد السميع ابراهيم. اهلا استاذ عبد السميع. استاذ عبد السميع ابراهيم. عبد السميع ابراهيم. سيادتك دفعت الشهر اللي فات 1000 جنيه. مظبوط يا فندم. انا اسف. اسف؟ انا في منتهى الاسف. الحقيقه ما كنتش احب اتحط في الوضع ده.
لكن سيادتك عارف ان التجاره الحلال البلال على دي وعلى دي. ايه اللي حصل؟ الالف بنخسر طه ضاعت عليا؟ اعوذ بالله اعوذ بالله يا راجل ما تقولش كده. يا استاذ عبد السميع انا كنت اتمنى ان الالف جنيه بتوعك يكسبوا الف جنيه زيهم الشهر اللي فات. ايه اللي حصل؟ طمني. اللي حصل يا استاذ عبد السميع ان السوق كان نايم شويه اليومين اللي فاتوا دول. وبعدين؟ وبعدين يا سيدي الالف جنيه بتوعك ما كسبوش غير الف جنيه زيهم بس ناقصين جنيه. ناقصين جنيه؟ وقعت قلبي يا راجل. عايزني اكسب الف جنيه ناقصين جنيه في شهر واسعد. انا ما اكرر اسف. ايه حاضر يا سيدي، ادي الالف جنيه اللي انت دافعهم وادي الف جنيه ناقصين جنيه. ربنا يخليك، ربنا يسترك في مالك، دي حاجه ولا السحر. سحر ايه يا راجل؟ اعوذ بالله. انا جاي لك بكره ومعايا عيلتي كلها. سلام عليكم. تشرفوا. مع الف سلام. انا بقى اكرر اسف. اللي بعد يا ريمون. اتفضلي اتفضلي استاذ. سعيده يا بس بنتي. أنا يا عيش. اهدى كله اهدى كله. كل ده يطلع منك خير. خير؟ دي الناس كلها بتتكلم عن اللي انت بتعمله. خد ايه دول؟ زيختي تمنتها النهارده جابت 8000 جنيه. شغلهم لي. عايزاهم امتى؟ لا 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 انا مش مستعجله عليهم. خليهم ماشيين في الساقيه كده زي التانيين. عايزاهم يتكاثروا يعني، يخلفوا صبيان وبنات. وانا هعمل زي المغفلين، احطهم واخدهم بعد شهر ولا اتنين اهم شغالين. على رايك يا حماتي. المهم وصلني كام مني لغايه دلوقتي؟ ما تعدش يا حبيبي، هو في فرق بيننا؟ لا 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 كله بالحساب، انا احب الحساب قوي. اعملي معروف. شوف يا ستي، قولي نص فدان ادي 16000 والنص بيت ادي 9000 وادي 8 يبقى كله 33. قولي 35 عشان يبقى رقم صحيح. مفيش فرق بيني وبينك. متلكن. مش كده؟ متلكن اه. وعليا زي ايه؟ انا عارفه يا اخويا ده بابوس، بكره تروح. انا رايك بكره تروح. عن اذنك يا اخويا عشان الحق اطبخ لك. مع السلامه. اللي بقى ايه دي؟ مين دي؟ نسيت رمضان بيه؟ غضروف. غضروف بيه؟ اللي كان معانا في سويسرا. احنا عمرنا رحنا سويسرا دي؟ السجن. غضروف، ازيك يا غضروف؟ الله يخليك يا بيه. اهلا اهلا، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. وخرجت امتى من سويسرا؟ امبارح بس، ورجلي حبت لما عرفت علومك وقلت اجي عشان اكل معاكم لقمة عيش بالحلال. اهلا وسهلا، عايز تشتغل معانا؟ انت كنت شغال ايه قبل كده؟ نشال ميتين يا بيه. نشال ايه؟ نشال ميتين. وعايز تشتغل معانا؟ عايز تشتغل معانا ايه؟ بتعرف تقرا وتكتب؟ ما اعرفش اقرا وكتب. عندك سمعة؟ ما عنديش سمعة. بتفهم في أي حاجة؟ ما بفهمش في أي حاجة. عينوه في مجلس الإدارة. مش هي دي الراقصة نهد؟ ربنا يتمنى بعقلك. هنا ده عنوانها، وبنادى على اسم الهلوطي هربان في حته محدش عارفها، والبوليس قبض عليها عشان يوصل له معرفوش. افرجوا عنها بعد كده. يا حياتي تعرف الحاجات دي كلها؟ امال احنا بنلعب؟ لا
لا ما تبصليش بسخريه، ده انا هعجبك قوي. انا معاك براد، ربنا يتميمك بعقلك. عاقل قوي. هلا هلا والله عاقل. ده حلال. بان عليه انه عاقل. اشرب بقى البتاعه دي واسمع اللي هقوله لك. ماشي. انا عايزك تلزق ليها، ترسم عليها انك انت غني قوي، وتصرف عليها ببذخ بأبد. طعم يعني. عليك نور. بعد كده هقول لك تعمل ايه. اموت انا في الحركات دي. بس اوعى تضحك عليه. يا بوي يا بوي، ده انت لحظة جشعة يا بنت. ايه اللي جاب ده؟ ايه اللي هتتفرج عليا؟ تعالي تعالي. هتعملي ايه؟ ليلة نطينا نطينا الليل. هتنحز مخي يا بنت الفطوس. فطوس يا صاحب المتجلي. عبد متجلي يخرب بيتك يا عبد امبطحي. انا مش عارف اقول لك ايه واصل. انت ما خليتيش حاجه في عقلي. داني اهدى، انا ما شفتش حريم قبل كده. انا خلفت عيالي من واحد صاحبي. بقول لك يا عبد المتجلي. قولي يا عيون عبد المتجلي، يا نظري يا مهجتي يا نصراني الغليظ. تصور ان انا مديونه. مديونه كيف وانا عايش؟ علي اجار البيت 11 شهر. 11 شهر يعني فضل لك شهر وتطبق سنه ندفع المتاخر نشير. وعايزه فيديو في اتش اس. هنجيب نجيب لك الفس ده وفايف سيستم كمان. وشويه هدوم. ماشي ماشي كلامك يا نور العين. يا حيح يا حيح يا علي. ليلتنا مطينه طنطين الليلاتي. سلام على القناعة يا جدعان، انت الظهر بديت تحبيني. يا حياتي. ليلتنا مطينة ثلاث طناطين الليلاتي. انبطحي. تفضل. السلام عليكم. خد عبد جواد، معقولة؟ ازيك يا رمضانكو يا ابني؟ ازيك يا خالد؟ اهلا يا مغاوري. اهلا اهلا. ازيك يا رمضان؟ شايلي بره. والله عشت وشفتك اخر قبه. ربنا ما بيسيبش حال على حاله يا خال. انا سمعت يا ابني عن كل اللي انت بتعمله، حاجه حلوه قوي. قلت الضفر ما يطلعش من لحم، واحنا طول عمرنا وانت عارف انني بتمنى لك كل الخير. امال اخبار مشروع المواشي اللي عندك ايه يا خال؟ المواشي ما بعيدش تجيبها بقى اليومين دول. بس انا خايف يا رمضانكو يا ابني يكون الشغل دي فيه حاجه حرام كده ولا كده. لا اله الا الله. شوف يا خال، احنا بنشتغل بالحلال بالمضاربه والصكوك، حلالا بلالا لحما طيبا، لا ربا ولا ريب. ربنا يكرمك ويخلف عليك بالحلال. على كل حال 70,000 جنيه اهو، انا بعت كل الحاجات اللي هناك دي وجبت المبلغ ده. عايز المبلغ ده بقى عندك يدور بالجامد. بالجامد قوي؟ ايه؟ عينيها الاثنين، حاجة ساعة اللي بره. بس عايز أقول لك حاجة كده. شوف يا خال، إحنا شعارنا تدفع باللاتي هي أحسن تاخد باللاتي هي أحسن. ما تدفعش باللاتي هي أحسن تاخد بالجزمة على دماغك. مش قصدي. أنا قصدي إن الجماعة في البلد هيجيبوا لك فلوس كتير قوي عشان تشغلها لي.
وانا بقول ان العالم دول ما يستاهلوش، ما تاخدش منهم حاجه ولا تديهمش حاجه. فعلا هما ما يستاهلوش، انت اللي تستاهل يا خال. طيب يا سرمضانكو الفلوس اهي عندي. عند مين يا خال؟ عيب في المضاربه والسكوك مفيش عد. اهلا يا مغاوري. اهلا بيه. غدا اللي بره. طيب نستأذن احنا بقى عشان نسيبك للأمم اللي مستنياك دي. مش كنت تستنى لما تتغدى يا خال؟ لا غدا ايه بقى؟ خلي الغدا اليوم اللقا، يوم الحلال البلال ما يلعلع. ايوه. انت عارف يا خال، انت ربنا راضي عنك عشان جيت هنا. طيب نستأذن. مع السلامة يا خال. ربنا يكرمك. مع السلامة. مع ألف سلامة. الله يسلمك. مع السلامة يا مغاوري. الله يسلمك. سلامة يا خال. مع السلامة يا خال. سلامة يا خال. مع السلامة يا خال. أسرة المستقبل تهدي إليك في المدينة والريف أقراص أمان الموضعية. أسرة المستقبل لا تطلب منك التحديد بل التنظيم. مبسوط يا حياتي؟ مبسوط. مين ما ينبسطش معاك يا بسطة اليتامى. انت بسطانة؟ بسطانة. يبقى احنا الاثنين بسطانين. في صحتك يا رب. صحة اللي يصحي صحتك. ايه ده؟ ايه اللي يا رعي؟ فين سيمي؟ ايه ده؟ ايه اللي بياه؟ ده منين ده؟ يها ده بي ينيلك ده احنا يا لهوي. ليه بي عن اسمع عيالي كانوا على قرف لسان الكبير فيهم. والله ما اعرف اسم الكبير. انتظرين لحظه من فضلك. ده بي 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 ايوه ايوه ليه ليه بيب بيب اهلا. جاهزين؟ جاهزين يا سي رمضان. ما فيش حاجه اسمها سي رمضان. قول اسم سياده المقدم. حاضر يا سياده المقدم بيه. وانت وبقى عارف هتعمل ايه؟ طبعا عارف اعمل ايه يا رمضان افندي. مفيش حاجه اسمها رمضان افندي سياده المقدم. بس عليا النعمه انا لايق في العسكري احسن من الحرامي. جدع. وانا هعمل ايه؟ انت ما تعملش حاجه، تفضل ساكت خالص كده اهو. حاضر يا معلم رمضان. معلم رمضان. في حاجه اسمها معلم؟ قلت لك سياده المقدم. حاضر يا سياده المكتب. مكتب؟ في ظابط يقول سياده المكتب؟ يلا بينا ادعوا لي. ربنا معاك. بس انا ما بعرفش اسوق. ايه؟ انت هو راح فين؟ اركب اركب يا ولد. مظبوط هنعتبرك مجرد شاهد. وبعيد؟ لا دي 7 سنين سجن مفيش فايده. هتشهد عليها ولا لا؟ يا بيه انا غلبانه يا بيه. يا بيه انا في عرضك يا بيه. انت غلبانه انت؟ ده انت يساب لك بلاد. ده في بيني وبينك طربايه. طربايه؟ ايوه. اصل انا قبل ما اشتغل في الاداب كنت ظابط مباحث وكنت ماسك القضيه بتاعت الواد بتاعها حبيبها وهي اللي قربته بسلامتها.
عشان كده انت حطيتها في دماغك. يلا على البوكس يلا يلا. انا كنت متاكده ان البوليس مش هيسيبني وهيفضل ورايا على طول، مش هسيب حقه ابدا. اسمعي يا ولية، اذا كنت تعرفي مكانه ما تجري وتخلصينه. هم هيسيبوني يا سعاده الباشا، اذا الولية دي جرت هتسيبوها؟ لا لا مش هتقرا هي، انا عارف. حر يا بيه حر يا بيه، بس اضمن مني انتوا تسيبوني. لا في الحاله دي انا هقف جنبك وهخلي القضيه دي اونطه اونطه، ما يهمكيش. يسترك يا بيه. وديلها بنت الارشينات. ايه؟ وديلها بالارشينات. حالات ايه؟ همك قوي على المكافأة بتاعت وزارة التخلية. يلا لبسهم اي حاجة عسكري. حاضر يا فندم. يلا خد لبسهم اي حاجة. اتفضل. قدام يا مزمزيك. مش هنتعشى؟ ايه؟ مش هنتعشى؟ نتعشى. انت هتودي ده ايه؟ نتعشى. اسكت خالص. مش قايلك ما تهوبيش تحت هنا وانا اللي هتصل بيكي في الوقت المناسب؟ بتخلينا ناهد. انا مش خاينه، ده البوليس هيعمل لي قضيه. بوليس مين يا بنت الهبله؟ ده رمضان الصراف اللي خدنا منه الفلوس. ايوه انا الكرود اللي خدوا منه الفلوس. يا لهوي، يعني هتضحك عليا؟ اخص عليك يا ناهد. غصب عني هلولتي. ما كانش العاش يا ملونس. انت عارف معزتك عند قد ايه يا حياتي. الا انتوا هتتعذبوا، هتعملوا فيها بين الاطلال. فين الفلوس؟ فلوسي ايه؟ فين الفلوس؟ عيني حاجه بالك. اي حركه هتعملها انا ما عنديش رحمه، اقتلك. يا كرم الله. هذا من فضل ربك. فلوس.
يا مرجو يا نونس. ولا نونس يفتح فوقه. فتحي غضروف قباب ميمون، انتوا مأمنيني؟ بيتنا. شوفوا انا هخبي الفلوس دي بمعرفتي، وانتوا كأنكم ما تعرفوش اي حاجة. وبعدين ولا قبلين نصيبكم في الفلوس هيبقى معاي، اكنكم محوشين قرشين للزمن. تأمين على الحياة يعني؟ بالظبط، اول تأمين على حياة الحرامية. واحنا مش هنتعشى؟ ها؟ احنا مش هنتعشى؟ يلا بينا. يلا. هو باب الخروج من ايه؟ السلام عليكم يا تعبت البيت. السلام عليكم. فيه يا جدع انت؟ راح فين؟ سيبه عسكري. ايوه سيبه. سيبه امشي. امشي انت خالص. في ايه؟ انا عايز من سيادتك تفتح محضر. محضر ايه اللي هفتحه؟ افتح بس يا سعاده البيت، افتح محضر. اصلاني استرديت فلوسي تاني، وعايزك تطبق الماده 112 من قانون عقوبات الباب الرابع. تاني يا رمضان؟ احنا مش فاضيين غير ليك. هو الحق عليا يعني اللي عايز الحكومه تاخد حقه وانا اخد حقي؟ بس المره دي الفلوس معايا وشايفها وجها لوجه وماسكها بايديا الاثنين دول اللي هيغسلوا غسيل ابو زعفر كله. هي عشان ما بقاش ليك حجه بقى بيه. وبالمره بيه لو سمحت يعني عشان ما بقاش فيه دوشه، عايزك تطبق عليا الماده 336 من قانون العقوبات الخاصه بالنصب والاحتيال، ودي عقوبتها سنتين. اصلا انا نصبت لي نصبتين كده في السكه وانا بره السجن. لبت لي قرشين هاني، عملت حاجه اسمها رمضان كل اعالي البحار. رمضان كويس والناس هبلت صدقت. ده انت داهي بقى. وايه ده انت لابسه دي؟ بيجامه ومعايا زنوبه كمان. جد البيجامه والزنوبه اختصارا من الاجراءات. لسه هلبس بدله واروح السجن ويحطها امانات. قلت اختصر الاجراءات واجيب البيجامه على طول عشان اخرج من هنا على السجن اروح انام دوار. يا سلام. امال ايه؟ يا عسكري عسكري يا شاويه تعال تعال اطلب عليا بس ابوك. اقعد عليا. امسك كويس يا اخي، امسك كويس كده. يلا بيه افتح لنا محضر، افتح اتكل على الله. عايزك تخبطني قلمين على قفايا بس يكونوا ايه؟ ايه؟ اتفضل سعاده البيت. السلام عليكم يا نصوص يا اوباش يا زباله المجتمع. سلام مخصوص لاصل لصوص. وسلام لزعيم البواكي. زجزح جوه التحشيبه بس احوالها يا ابويا غريبه، حجز جناح جوه التحشيبه. واحنا الاوباش الحراميه محبوسين 100%. احنا الاوباش الحراميه محبوسين 100%. زمايلك كركية يعيش كبير الحرمية، يعيش أصل الحرمية.